nose and paranasal sinuses. الصوت أخباره إيه دكاترة؟ حد يرد علي يا أولاد؟ تمام. باين قدامكم يا أولاد البرزنتيشن بتاعت النوز؟ أيضا. تمام حبيبتي. طيب هنبدأ بقى. طبعا يا دكاترة النوز بتاعتنا دي عبارة عن إيه؟ قالوا أول جزء منها اللي إحنا شايفينه برة، ده الجزء اللي إحنا بنشوفه من النوز برة، ده اسمه external nose. يبقى النوز اللي احنا بنشوفها على سطح الفيس الخارجي دي كده، دي اسمها external nose. هل معنى كده ان في جزء من النوز internal انا ما بشوفوش؟ اللي هو الجزء اللي جوه اللي هو اسمه nasal cavity. تمام. الاكسترنال نوز بتاعتنا واحنا بصين عليها كده نلاقي فيها جزء كارتيلاجينوس مكون من كارتليج. لو كلنا حسينا على التيب اوف ذا نوز بتاعتنا كده، دي نوع من انواع الكارتليج كنا خدناها زمان في البيزس، كان اسمها الاستيك كارتليج. تمام. وجزء من النوز من الاكسترنال نوز اللي احنا شايفينه ده كده جزء بوني، يبقى هي فيها جزئين، جزء كارتيلاجينوس وجزء بوني. حلو جدا. الجزء الكارتيلاجينس ده عبارة عن إيه؟ قالوا ده عبارة عن ثلاث أنواع، أو مش ثلاث أنواع، ثلاث أجزاء من الكارتيلاجس. كارتيلاج اللي موجود في النص اللي أنتوا شايفينه ده يا دكاترة، ده موجود في الميد لاين بالظبط. فبما إنه في الميد لاين بالظبط، أسميه ميديان ولا أسميه ميديال؟ لا أسميه ميديان، ده في الميد لاين بالظبط. تمام؟ فاسمه ميديان كارتليج. قالوا الميديان كارتليج ده بيعمل لي جزء من الحاجز الأنفي. الحاجز الأنفي ده اسمه نيزل سيبتم. تمام. فبيسموا الكارتليج اللي في النص ده ميديان سيبتال كارتليج. واضح يا دكاترة؟ ميديان لأنه في الميد لاين بالظبط، سيبتال لأنه عامل لي جزء من حاجة اسمها نيزل سيبتم، زي ما هنشوفه إن شاء الله بعد كده. الحاجز الأنفي اللي بيفصل الاتنين نيزل كافيتيز عن بعض، ليه جزء كارتيلاجينس هو السيبتال كارتليج ده، وليه جزء بوني هنشوفه ان شاء الله باذن الله لما ناخد النيزل كافيتي. ثالث كارتليج اللي انتم شايفينه فوق ده اسمه لاترال كارتليج، وجزء موجود هنا اللي انتم شايفينه ده يا دكاتره ده اسمه ايلر كارتليج. معلش انا دي هصلحها بس يا ولاد. وجزء اللي احنا شايفينه ده يا دكاتره اللي اسمه ايلر كارتليج، كلنا لو حطينا ايدينا على مناخيرنا ونزلنا بيها تحت في الحته دي هنلاقي الجزء ده منفوخ شويه كده، صح؟ الكارتليج المنفوخ تحت عند النوز بتاعتنا من اللور بارت بتاعها ده اسمه ايلر كارتليج. يبقى كل اللي انا شايفه ده اكسترنال نوز، كارتليج موجود في النص ميديان سيبتال كارتليج، اتنين كارتليجز على الجناب لاترال كارتليج، وكارتليج قلت لك تحت عند المكان بتاع مقدمه النوز دي زي ما هنشوف ان شاء الله اسمها النوستريل اوف ذا نوز. فيها تو كارتليجز منفوخين كده على الناحيه دي وعلى الناحيه الثانيه، دول اسمهم ايلر كارتليج. ماشي. يبقى ده كده الجزء الكارتيلاجينس. طب انا لو رجعت ورا شويه هلاقي جزء بوني عظم. تمام كده. مين هو العظم اللي عندنا اللي بيشارك لي في الاكسترنال نوز؟ قالوا عظمتين اللي انتوا شايفينهم جنب الميد لاين على طول. لو انا حطيت ايديا كده جنب الاوربت مسكت الروت اوف ذا نوز اللي عندي اللي هنا ده كده مسكته، ابقى ماسك عظمتين تحت ايديا كده، العظمتين لونهم اورنج دول اسمهم نيزل بونز. تمام. وبعدين عندي عظمه كانت موجوده فوق اللي انتوا شايفينها دي يا دكاتره اسمها فرونتال بون. تمام. وفي عظمتين اللي انتوا شايفينهم اللي كارينج التيث اقدر احسهم على وشي كده، اللي كارينج التيث بتاعتي اسمهم ماكسيلاري بون. الماكسيلاري بون تبعت بروسيس تمسك في الفرونتال بون، يبقى اسمها ايه البروسيس اللي خارجه من الماكسيلا رايحه للفرونتال بون؟ فرونتال بروسيس اوف ذا ماكسيلا. كل بروسيس بتسمى باسم العظمه اللي رايحه لها. ماشي يا دكاتره. طيب ولما الفرونتال بون تبعت بروسيس تروح ناحيه المجزلة تنزل بروسيس كده، يبقى البروسيس اللي نازله من الفرونتال بون دي رايحه للمجزلة، يبقى اسمها ماكسيلاري بروسيس اوف فرونتال بون. يبقى انا هسال بقى وعايز اسمع حد كده يجاوب معايا. ماشي.
لو انا بصيت كده ولقيت عظمه الناحيه دي وعظمه الناحيه دي، يبقى اسمها ايه دول يا دكاتره العظمتين دول؟ حد نيزل يجاوب بونز. يا ولاد. برافو عليك، نيزل بون. طب لو لقيت عظمه كده نازله من الفرونتال بون رايحه تقابل المجزله، دي يبقى اسمها فرونتال بروسيس اوف ذا مجزله ولا مجزلري بروسيس اوف ذا فرونتال؟ مجزلة انا مش البروسيس قادر. اوف ذا فرونتال. برافو عليك، ومجزلري بروسيس اوف ذا فرونتال، ودي اسمها ايه دكاتره؟ عظمه خارجه من المجزله ورايحه للفرونتال بون، دي يبقى اسمها ايه؟ الفرونتال بروسيس بتاعتك. برافو عليك، فرونتال بروسيس اوف ذا مجزله. جميل قوي. كل اللي انا قلته ده قراءه رشيده في ساعه سعيده. يعني ايه؟ يعني نقراه مره نفهمه، مش هو مربط الفرس. احنا لسه بنتعرف كده، واحنا متفقين قبل كده مفيش حاجه اسمها سؤال عظم في الامتحان، في امتحان النظري طبعا، بتكلم عن امتحان نظري، مفيش حاجه اسمها سؤال عظم في امتحان النظري، صح؟ انما احنا المعلومات دي احنا بنعرفها لمجرد ان انا اعمل اركيتكتشر كده افهم منه النوز بتاعتي دي عباره عن ايه. تمام. طيب تعالى بقى ندخل جوه الكافيتي بتاعت النوز. النوز بتاعتنا ليها كام كافيتي؟ ليها تو كافيتيز. ادي كافيتي اهو الناحيه دي، وادي كافيتي تاني الناحيه التانيه. ايه اللي فاصل لي التو كافيتيز دول عن بعض؟ حاجه في النص اللي انتوا شايفينها دي يا دكاتره اسمها نيزل سيبتم، او اسمها الحاجز الانفي. تسمعوا عنه ولا لا؟ يقول لك ده فلان ده عنده يا عيني التهاب في الجيوب الانفيه، اصله عنده عوجاج في الحاجز الانفي اللي اسمه نيزل سيبتم. ماشي. طيب لو انا باصص كده على اشعه في العيان، دي كده جزء من النيزل كافيتي وده كده جزء من النيزل كافيتي. ايه ده مش كافيتي قوي، ده مليان حاجات. اه هنشوف ان شاء الله الحاجات اللي جواه دي. بينهم وما بين بعض حاجز، يبقى اسمه ايه الحاجز ده؟ نيزل سيبتم. ممكن الاقي ديفيتد على الناحيه دي الرايت سايد، او ديفيتد على الناحيه دي الليفت سايد. تمام. يبقى دول التو نيزل كافيتيز. قال لك التو نيزل كافيتيز دول اللي انا شايفهم اقدر اشوف بينهم الحاجز اللي احنا قلنا عليه ده اللي هو اسمه نيزل كافيتي، اللي هو اسمه نيزل سيبتم. ده نيزل كافيتي وده نيزل كافيتي. حلو قوي. النوز دي ليها فتحه من قدام اللي انتوا شايفينها دي يا دكاتره، اللي هم فتحتين من قدام. الفتحتين دول اسمهم anterior nasal aperture. aperture طبعا يعني opening، يبقى في فتحه هنا وفتحه هنا اسمها anterior nasal aperture. ماشي. او anterior nasal opening ليها كلمه ثانيه، قالوا ايوه كلمه nostril. يبقى الانتيرور نيزل ابريتشر دي اسمها الثاني ايه؟ nostril. تمام. حلو قوي. طب ليه بقول كلمه انتيرور نيزل ابريتشر؟ اصلي في نيزل هقدر اشوفها بس من ورا. حد فاهم احنا الصوره دي باصين على السكال ازاي؟ من ورا، صح؟ حلو قوي. شايفه الجزء الاورنج ده او الجزء الروز ده؟ الجزء الروز ده جزء من النيزل سيبتم. تمام. بس انا شايفاه من ورا. اسم لي برضو النيزل كافيتي من ورا لاثنين اوبننجز، اسميهم anterior nasal openings ولا posterior nasal openings؟ posterior nasal openings. اسمهم الثاني posterior nasal aperture. ايه الكلمه المرادفه ليهم؟ كوينا. يبقى ايه الكلمه يا دكاتره المرادفه للposterior nasal aperture؟ هو posterior nasal opening اللي هي الكوينا. بص يا دكاتره عايزه بس اسالكم سؤال، انا المفروض ادوس على start recording صح علشان المحاضره دي تتسجل ولا it's not a necessity؟ حد يرد عليا يا ولاد. طيب نكمل يا دكاترة. الصوت أخباره إيه يا ولاد؟ تمام يا دكتور، تمام. بصوا يا حبايبي، طيب إحنا يبقى إحنا كده عرفنا إن في نيزل كافيتي، والنيزل كافيتي هم اكشولي تو نيزل كافيتيز، ليهم فتحتين من قدام اسمهم anterior nasal aperture اللي اسمهم التاني nostril، وليهم فتحتين من ورا اسمهم posterior nasal aperture اللي اسمهم التاني كوينا. حلو قوي. تعالى بقى قول لي ايه هي الباوندرز بتاعه النيزل كافيتي دي. الكلام ده برضو زي ما انا قلت للام سي كيو، يعني للبروبلم سولفنج كده، انما مش للنظري. لما يجي السؤال اللي بيجي في النظري المهم الخطر هقول لك عليه ان شاء الله. تمام. طيب تعالى بقى نبدا دلوقتي الايه الباوندرز بتاعه النيزل كافيتي. قالوا اول حاجه عندنا الفلور بتاع النيزل كافيتي.
الفلور بتاع النيزل كافيتي ده عباره عن ايه؟ عن الهارد باليت. يعني لو رفعت لساني كده عشان اوصل للفلور بتاع النيزل كافيتي الاقي لساني ده خبط في الهارد باليت بتاعي، ده هو الفلور بتاع النيزل كافيتي. قالوا ده مكون من جزئين. اول جزء العظمه اللي كانت خارجيه اللي انا كنت بشوفها بره دي كده يا دكاتره، كنا بنقول عليها ماجزيلا صح؟ الماجزيلا دي تبعت بروسيس كده تمشي ورا. البروسيس اللي تمشي ورا من الماجزيلا دي هتعمل انه جزء البالت اللي انا لسه قايله لك عليه ده اسمه بالت، فسموها بالاتاين بروسيس اوف ذا ماجزيلا. يبقى انا لو رفعت لساني لفوق الهارد بالت بتاعي ده هو الفلور بتاع النوز بتاعي، النيزل كافيتي تحتها الاورال كافيتي، الاقي بروسيس الناحيه دي وبروسيس تانية وراها، الاثنين عاملين لي الهارد بالت. الجزء اللي قدام ده جزء من المجزله، المجزله هي لونها بينك دي يا اولاد، نازله تحت مكمله ورا عامله لي جزء من البالت، فسموها ان بروسيس اوف ذا مجزله. حلو. ايه تاني؟ قال له عندي عظمه اللي انتوا شايفينها لونها لبني دي يا دكاتره، العظمه اللي لونها لبني دي عظمه منفصله تمام، اسمها بالاتاين بون. البالاتاين بون دي ليها جزئين، الجزء اللي انتوا شايفينه ده اسمه بيربنديكولار بليت بتاع البالاتاين بون، والجزء اللي انتوا شايفينه ماشي بالعرض ده يا دكاتره ده اسمه هوريزونتال بليت اوف بالاتاين بون. يبقى انا عندي جزء بيربنديكولار تمام، جزء بيربنديكولار اللي انتوا شايفينه ده وجزء تاني هوريزونتال. يبقى تاني الفلور بتاع النيزل كافيتي ده عظمتين، العظمه اللي انا بشاور عليها دي يا دكاتره حد يقول لي اسمها ايه؟ جزء من انهي عظمه؟ حد يرد عليا يا حبايبي. بروسيس من المجزله. برافو عليك، اسمها بالاتاين بروسيس اوف ذا مجزله. طب الجزء اللي انا شايفاه ورا والجزء اللي انا شايفاه ورا اللي لونه لبني ده جزء من انهي عظمه؟ الهوريزونتال بتاع البالاتاين. برافو عليك، الهوريزونتال بليت بتاع البالاتاين بون. دول اللي عاملين لي ايه؟ عاملين لي الفلور بتاع النيزل كافيتي اللي هو الروف بتاع الماوس. قالوا طب تعالوا نبص كده على العظمه اللي قدام اللي اسمها بالاتاين بروسيس اوف ذا ماجزيلا، الاقي فيها تو فورامينا اللي انتوا شايفينها دول يا دكاتره. التو فورامينا دول قريبين قوي من السنتين اللي قدام، السنتين اللي قدام دول اسمهم ايه؟ انسايسيف تيث. يبقى دول اسمهم انسايسورز لو تعرفوهم. الانسايسورز دول وراهم التو فورامينا دول، التو فورامينا دول اللي اسمهم ايه يا دكاتره؟ انسايسيف فورامينا تمام. وهنشوف ان شاء الله اهميه الانسايسيف فورامينا دول، هنشوف ايه النرفات اللي هتنزل لنا منهم وهكذا. ماشي الكلام؟ حلو قوي. حد يقدر شاطر قوي يقول لي الاقي فين الانسايسيف فورامينا دي؟ هنا في الرسمه دي اشاور لك كده، هل هو الفورامين ده؟ لا. هل هو الفورامين ده؟ لا. هل هو الفورامين ده؟ ايوه. يبقى دي كده الهوريزونتال بليت البالاتاين بروسيس اوف ذا ماجزيلا، الاقي فيها فورامين هنا اسمه انسايسيف فورامين. مكانه فين؟ بيقول لك مكانه 2 سنتي ورا الايه؟ الانتيريور اند بتاعه ايه؟ الماجزيلا دي. ماشي الكلام؟ طيب تعالى بقى نشوف الوول اللي بعده. الوول اللي بعده هو مين؟ انا ممكن بس اخد الروف الاول وبعد كده ايه؟ وبعد كده اكمل. طيب الروف بتاع النيزل كافيتي عشان نبقى خدنا روف وفلور وبعد كده نمشي، مش لازم نمشي بايه بترتيب الكتاب قوي. الجزء اللي احنا شايفينه فوق ده يا دكاتره ده الروف بتاع النيزل كافيتي. ركز معايا بقى، الروف بتاع النيزل كافيتي ده عباره عن ايه؟ قال لك جزء سلوبينج قدام، الجزء ده سلوبينج حلو قوي، وجزء تاني اللي انتوا شايفينه ورا ده جزء سلوبينج ورا. يبقى جزء سلوبينج قدام وجزء سلوبينج ورا وجزء في النص كده هوريزونتال تمام. انتوا مش شايفين الشاشه كده يا ولاد صح؟ خلاص راحت.
حد بس يرد علي يا ولادي يقول لي الصوت اخباره ايه. عليكم السلام. الصوت موجود. الصوت تمام. تمام مظبوط. طيب ماشي حبايبي معلش انا اسف. طيب هنكمل بقى يا حبايب قلبي الايه الروف بتاع النيزل كافيتي. احنا قلنا الروف بتاع النيزل كافيتي ده عباره عن ثلاث اجزاء، جزء قدام اللي انتوا شايفينه قدام ده جزء anterior sloping part، وجزء ورا اللي انتوا شايفينه ده يا دكاتره posterior sloping part، وجزء في النص اللي احنا شايفينه ده middle horizontal part. حلو قوي. الانتيريور سلوبينج بارت بتاعنا ده عباره عن ايه؟ قال لك ده عباره عن العظمتين اللي انا لسه قايل لك عليهم من شويه، اللي هم مين؟ العظمه الاولانيه دي ودي اللي هم اسمهم نيزل بون، والعظمه دي ودي اللي اسمهم فرونتال بون. تمام دكتور. يبقى احنا شايفين دكتور هي البرزنتيشن مش باينه، مش شايفينها يا ولاد؟ لا طب استنوا يا حبايبي. كده يا ولاد شايفينها؟ اه باين كده يا دكتور. تمام. بصوا يا ولاد يبقى احنا عندنا هرجع بس تاني. يبقى الروف بتاع النوز زي ما اتفقنا جزء قدام anterior sloping part، وجزء ورا اللي انتوا شايفينه ده posterior sloping part، وجزء في النص ده اسمه middle horizontal part. الانتيريور سلوبينج بارت بتاعنا ده عباره عن ايه؟ قالوا ده عباره عن عظمتين. العظمه اللي قدام اللي انتوا شايفينها دي هم العظمتين اللي انا قلت لك تقدر تمسكهم كده لو انت حطيت ايديك الاثنين كده بين عينيك كانك عندك صداع كده في النص بالظبط كده، هنا لو انا مسكت هنا وهنا اللي اسمهم نيزل بون. تمام؟ دول عاملين جزء من الروف. وراهم العظمتين اللي انتوا شايفينهم دول اللي اسمهم فرونتال بون. قال لك تعالى كده نقطع الهوريزونتال سيكشن. اللي قدام دي تبقى النيزل بون، اللي وراها دي تبقى الفرونتال بون. حلو قوي. طب انا عندي موست بوستيريورلي العظمه اللي انتوا شايفينها دي يا دكاتره اللي اسمها سفينويد بون. تمام؟ يبقى بوستيريورلي عندي العظمه اللي اسمها سفينويد بون. السفينويد بون دي مش عارفه انتوا عارفين ولا مش عارفين، جواها كده اير سيل اسمها سفينويدال اير ساينس. السفينويدال اير ساينس دي بتفتح بفتحه في النوز علشان لو تكون فيها اي ديستشارج تخرج جوه النوز، بتفتح عن طريق فتحه اللي انتوا شايفينها دي اللي اسمها ايه opening of the sphenoid sinus. يبقى الانتيريور سلوبينج بارت ده حاجتين، العظمه اللي قدام اللي اسمها نيزل بون وراها عظمه ثانيه اسمها فرونتال بون. العظمه اللي ورا اللي انتوا شايفينها دي يا دكاتره اللي اسمها سفينويدال بون اللي فيها الاوبننج اللي انتوا شايفينها دي اللي اسمها الاوبننج بتاعه السفينويد ساينس. دكتور معلش بس هو الارو بيروح بعيد عن الصوره. بعيد ازاي؟ انت كده شايف الارو ولا مش شايفه؟ هو الارو بيروح في حته فوق في حته بيضه كده شويه. طيب هقول لك حاجه، انا ممكن اعمل بدل اللي هو شير ديسكتوب دي اعمل شير تاني. دكتور هو حضرتك لو عامله السلايد شو يعني اقفلي سلايد شو واحنا شايفين من الباوربوينت نفسه. قصدك بصي اقفل ده كده يعني تقصدي كده انتوا شايفين؟ أيوه. يا اولاد الارو ايوه بالظبط كده تمام كده مشاور على الاوبننج يا دكاتره على الاوبننج بتاع السفينويد ساينس. لا ما اعتقدش. لا كده لا كده لا برضو. الأول كنتوا شايفينه؟ طيب يا أولاد الأول كنتوا شايفين الشير؟
شير كونتنت. بصوا كده يا ولاد كده انتوا شايفيني مشاوره كده على الكريبري فورم بليت بتاع الاثمويد. تمام يا دكتور. تمام طيب خلاص الحمد لله رب العالمين. طيب يبقى احنا شايفين دلوقتي الجزء الانتيرو سلوبينج بارت ده اللي هو عباره عن النيزل بون والفرنتال بون، والجزء اللي ورا اللي هو عباره عن السفينويد بون والاوبننج بتاعه السفينويد ساينس. حلو قوي. تعال نشوف بقى الجزء اللي في النص ده كده ده بيمثل مين. قالوا الجزء اللي في النص ده بيمثل عظمه يا دكاتره، عظمه مهمه قوي فاندامنتال قوي في النوز فلازم نفهمها كده لوحدها. العظمه دي اسمها اثمويد بون. الاثمويد بون دي اسمها ايه؟ اسمها اثمويد لابيرنث، يعني ايه؟ متاهه، متاهه الاثمويد. ليه اسمها متاهه الاثمويد؟ قالوا لان جواها اير سيلز عددهم كتيره قوي. الاير سيلز دي متقسمه ثلاث انواع من انواع الاير سيلز: انتيريور اثمويدال اير سيلز، ميدل اثمويدال اير سيلز، وبوستيريور اثمويدال اير سيلز. يبقى من قدام لورا انتيريور اثمويدال وميدل اثمويدال وبوستيريور اثمويدال، ماشي الكلام؟ دول عباره عن ايه؟ anterior ethmoidal air cells، middle ethmoidal air cells، posterior ethmoidal air cells. دول عباره عن مجموعه من الاير سيلز موجودين جوه البادي بتاع الاثمويد بون ده من على الناحيتين. حلو قوي. وبعدين في سيبتم اللي انتوا شايفينه ده يا ولاد، ده عباره عن سيبتم ماشي في النص كده قاسم الاثمويدال بون. يعني انا لو قفلت العظمتين دول على بعض قاسم الاثمويدال بون دي نصين ومكمل تحت السبتم ده علشان يعمل لي جزء من النيزل سبتم، السبتم اللي فاصل التو نيزل كافيتيز عن بعض، ومكمل فوق هيمسك فيه حاجه سمعنا عنها زمان كده كان اسمها ايه؟ كان اسمها فولك سيريبروي. ده كان جزء من الايه؟ الديورا ماتر. فالحاجه اللي بتمسك في الديورا، الديورا دي اسمها باللاتيني جاليا. فقالوا الجزء ده كريست هيمسك في الجالية أبونيوروتيكا اللي هي ديورا ماتر، فسموه كريستا جالي، أو ناس بتقولك اسمه كريستا جالي زي عرف الجيك كده. يبقى تاني، أنا عندي سيل كده مجموعة إير سيلز ومجموعة إير سيلز متجمعين جوه عظمة اسمها إثمويد بون، جواها ثلاث أنواع من أنواع الإير سيلز: أنتيريور وميدل وبوستيريور، أنتيريور وميدل وبوستيريور، أنتيريور وميدل وبوستيريور. حلو قوي. وبعدين سبتم موجود في النص، السبتم ده قاسم الاثمويد بون لجزئين نمرة واحد، طالع فوق مكمل عامل لي حاجة اسمها كريستا جالي جوه السكال، ده نمرة اتنين، نمرة تلاتة مكمل تحت عشان يعمل لي جزء من النيزل سبتم بتاع النوز. حلو قوي. يبقى أنا لو بصيت على الروف اوف ذا نوز ألاقي جزء من الاثمويد بون باين لي كده، أنهو جزء ده؟ الجزء المخرم من ناحيتي والجزء المخرم من ناحيتي. مخرم باللاتيني يعني كريبري فورم، يبقى شكله زي الايه؟ المنخل. فورم يعني شبه، كريبري دي يعني منخل، يبقى هو جزء شبه المنخل اسمه كريبري فورم بليت اوف اثمويد. ماشي يا دكاتره؟ يبقى تاني، الروف بتاع النوز بتاعي تلات اجزاء: انتيريور سلوبينج بارت اللي هو نيزل بون وفرنتال بون، بوستيريور بارت اللي هو سفينويدال بون اللي فيها عظمه اسمها سفينويدال اوبننج، والعظمه اللي فوق اللي انتوا شايفينها دي يا دكاتره اللي اسمها كريبري فورم بليت اوف اثمويد. قال لك خلي بالك بقى، الكريبري فورم بليت اوف اثمويد اللي انت شايفه لونه بنفسجي ده مكمل برضو على اللاترال وول اوف ذا نوز، يبقى مكمل زي ما انتوا شايفينه كده على اللاترال وول اوف ذا نوز، وعامل تو شيلفز كده على اللاترال وول دول اسمهم نيزال كونكي. يعني ايه؟ شيلف لايك بروجكشن وشيلف لايك بروجكشن، نازل من السفينويد بون وعامل لي جزء من اللاترال وول. يبقى انا شفت دلوقتي السفينويد بون في الروف وشفتها في اللاترال وول. هنشوفها فين تاني؟ حد يقدر يتوقع هنشوفها فين تاني يا دكاتره؟ حد يتوقع معايا كده هنشوفها فين تاني؟ حد يرد عليا يا ولاد؟ هنشوفها تاني في الميديال وول. ليه هنشوفها تاني في الميديال وول؟ مش انا قلت لك السفينويد بون دي هتنزل لي
مش انا قلت لك السفينويد بون دي هتنزل لي السبتم اللي قاسم السفينويد لتو كافيتيز ده هتكمل معايا تحت عند اللاترال وول عند قصدي الميديال وول تعمل جزء من النيزل سبتم صح؟ طيب تعالى بقى كده نبص على مين؟ على الميديال وول. الميديال وول بتاعنا ده يا دكاتره عباره عن ايه؟ قال لك الميديال وول ده عباره عن اول حاجه البيربنديكولار بليت بتاع الاثمويد اللي احنا شايفينه لونه بنفسجي ده، تمام؟ حلو قوي. وجزء من الكارتليج كنت انا شفته من قدام، حد فاكره وانا بقول عليه في الاكسترنال نوز، كان اسمه سيبتال كارتليج، او كنت بسميه اسم تاني، حد يقول لي اسمه التاني ايه غير كلمه سيبتال كارتليج؟ قلت لك في كلمه كده مميزه فيه، حد يرد عليا يا ولاد؟ قلت لك هو كان ماشي قريب للميد لاين ولا اواي فروم ذا ميد لاين؟ ميديان ممتازين، ميديان سيبتال كارتليج ممتازين، يبقى كان اسمه ميديان سيبتال كارتليج. حلو، كنت بشوفه لما كنت بشوف الاكسترنال نوز كان باين لي كده كارتليج في النص، ده مكمل اكشوالي على الميديال وول. يبقى تاني الميديال وول بشوف فيه ايه؟ بشوف فيه كارتليج اللي انتم شايفينه ده اسمه سيبتال كارتليج او اسمه ميديان سيبتال كارتليج، فوقه ووراه كده في البيربنديكولار بليد بتاع الاثمويد، عشان كده قلت لك الاثمويد عظمه محوريه، شفتها في الروف وشفتها في اللاترال وول ودلوقتي بشوفها تاني في الميديال وول، عامله لي جزء من الميديال وول الجزء البنفسجي ده البيربنديكولار بليد بتاع الاثمويد. حلو، وبعدين قالوا بيلو اند بيهايند تحت كده بلاقي عظمة اللي انتوا شايفينها دي يا دكاترة اسمها فومر. اسمها ايه دكاترة؟ فومر. لو انا بصيت كده هوريكم بس الفومر برضو كده سيبرت، تمام؟ لو انا بصيت يا دكاترة العظمة دي كده لوحدها سيبرت بون كده في السكال اسمها فومر، تمام؟ العظمة اللي اسمها فومر دي بحطها فين؟ اهي دي كده انا باصص عليها من اللاترال فيو ودي كده باصص عليها من البوستيريور فيو، عظمة واقفة كده في النص. لو انا باصص عليها كده انا باصص عليها من ورا، تمام؟ وتدخل تكمل قدام معايا وتدخل هنا برضو تبقى موجوده الناحيه دي في نيزل كافيتي والناحيه الثانيه في نيزل كافيتي وهي عامله لي جزء من النيزل سيبتم. يبقى انا بصيت عليها كده، بصيت عليها كده في الميديال وول لقيتني شايفها كده عظمه كده اسمها فومر. اسمها ايه دكاتره؟ فومر. العظمه دي كده اسمها فومر. حلو قوي. يبقى الميديال وول بتاعي عباره عن جزء كارتيلاجينس اللي قدام اللي اسمه ميديان سيبتال كارتليج وجزء فوق البيربنديكولار بليد بتاع الاثمويد وجزء ورا اللي اسمه ايه؟ العظمه السيبريت اللي لوحدها اللي اسمها فومر. حلو قوي. ورا احنا متفقين ورا كان في العظمه اللي اسمها سفينويد بون، خلي بالك كده السفينويد بيطلع منها منقار صغير اللي انتم شايفينه ده يا دكاتره. المنقار ده اسمه روسترم، كلمة روسترم يعني منقار، يبقى العظمة اللي اسمها سفينويد بون مش دي السفينويد بون اللي جواها سيل اللي انتوا شايفينها دي ساينس، اسمها سفينويدال ساينس، طالع منها جزء بارز كده يا دكاترة اسمه روسترم اوف ذا سفينويد. حلو قوي. يبقى أنا لحد دلوقتي شفت إيه عشان ما انتهش؟ شفت نيزل كافيتي؟ لا، دول تو نيزل كافيتيز بينهم سيبتم، ليهم فتحة قدام اسمها انتيرور نيزل ابريتشر أو نوستريل. وفتحه ورا اسمها بوستيرور نيزل ابرتشر او كوينا، كلام بقراه بفهمه مش ده مربط الفرس. ليها فلور عباره عن هوريزونتال، عباره عن بالاتاين بروسيس اوف ذا ماكزيلا وهوريزونتال بليت بتاع البالاتاين بون، وفيها فتحه اسمها انسايسيف كانال، وفيها فورامينا اسمها انسايسيف فورام. ليها وول اسمه ميديال وول عباره عن جزء كارتيلاجينس اسمه سيبتال كارتليج، وعظمة فوق اسمها perpendicular plate بتاع الاثمويد، وعظمة تحت اسمها فومر، وجزء بارز من السفينويد بون اسمه rostrum of the sphenoid bone. جميل قوي. ليها روف anterior part sloping posterior part sloping وجزء في النص horizontal. الanterior part sloping عبارة عن nasal bone وfrontal bone. الposterior part sloping عبارة عن السفينويد بون والفتحة بتاعتها، وفي النص الكريبري فورم بليت بتاع الاثمويد. حلو قوي. تعالى لي لللاترال وول.
اللاترال وول اوف ذا نوز الناحيه دي واللاترال وول اوف ذا نوز الناحيه دي. مبدئيا في شويه عظم انا سمعت عنه كذا مره، العظمتين الصغيرين دول اللي انا سمعت عنهم في الاكسترنال نوز كان اسمهم ايه العظمتين الصغيرين دول يا دكاتره؟ حد يرد عليا؟ نيزل بون. ممتازين، نيزل بون ونيزل بون، وعظمه ثانيه شفتها الناحيه دي وعظمه ثانيه شفتها الناحيه دي برضو في الاكسترنال نوز، عاملين لي جزء من اللاترال وول. ممكن حد يقول لي ده مين وده مين؟ العظمه دي مين والعظمه دي مين؟ حد يرد عليا؟ البروسيس اوف ماكسيلر. ممتازين، فرونتال بروسيس اوف ذا ماكسيلا وفرونتال بروسيس اوف ذا ماكسيلا. وراهم يا دكاتره عظمه ثانيه صغيره اللي انتم شايفينها دي، وعظمه ثانيه صغيره، العظمه دي اسمها لاكريمال بون. ماشي الكلام؟ يبقى لحد دلوقتي الثلاثة دول سهلين قوي. حد يعرف حاجة اسمها لاكريمال جلاند، الغدة الدمعية اللي كانت موجودة في الأبر لاترال وول هنا، وكان هنا في حاجة اسمها لاكريمال ساك كانت موجودة على عظمة كده وعاملة عليها حفرة كده، كانت العظمة دي اسمها لاكريمال بون. يبقى دول الثلاث عظمات السهلين، نيزل وفرونتال بروسيس اوف ذا ماكسيلا ولاكريمال بون، زي الفل. طب تعالى بقى كمل لي، دول بقى موقفهم ايه؟ دول lateral wall بس في الجزء الأبر والجزء الايه؟ الانتيريور. حلو قوي. طب تعالى لي بقى كده على مين يا دكاترة؟ على الجزء البوستيريور. الجزء البوستيريور ده بلاقي فيه مين؟ قال لك لو احنا بصينا كده، عايزة بس اوريكم اللاترال wall من الناحية دي. اللاترال wall من الناحية دي واحنا بصين عليه كده، لقيت في الجزئين اللي انتوا شايفينهم دول، انا قلت لك الجزئين اللي لونهم فايلوت دول يا دكاتره، دول اجزاء من انهي عظمه؟ حد يرد عليا؟ دي ودي. اثمويد. برافو عليكم. يبقى انا شفت جزئين من الاثمويد بون يعتبروا الميديال سيرفيس بتاع الاثمويد بون. ازاي ده؟ ازاي الميديال سيرفيس بتاع الاثمويد يمثل اللاترال وول اوف ذا نوز؟ قال لك تعالى بص لي كده، لو احنا بصينا على الاثمويد بون وهي في مكانها، ادي اثمويد وادي اثمويد، فين النيزل كافيتي؟ في النص هنا، صح؟ اقدر اكمل هنا السكال وهنا السكال وكده، يبقى الجزء اللي فوق، صح؟ يبقى الجزء اللي فوق في السكال هنا. يبقى الميديال وول بتاع الاثمويد ده والميديال وول بتاع الاثمويد ده بيمثل اللاترال وول بتاع النيزل كافيتي واللاترال وول بتاع النيزل كافيتي، وطالع منه عظمتين تو شيلف لايك بروجكشنز كده، وتو شيلف لايك بروجكشنز كده خارجين. طب يعني انا كده سمعت عن الاثمويد في الروف، ايوه، عن طريق الكريبري فورم بليد، وسمعت عن الاثمويد في الميديال وول، ايوه، عن طريق البيربنديكولار بليد بتاعها، وسمعت عنها في اللاترال وول، ايوه، عن طريق التو كونكي. يعني ايه كلمه كونكا؟ يعني شيلف لايك بروجكشن، حاجة عظم نازل وعظم نازل، كأني عندي الحيطة بتاعتي ركبت فيها شلف وركبت فيها شلف، الشلف ده خارج من أماكن مختلفة. التو شلفس اللي فوق دول اسمهم نيزل كونكي، ده جزء فوق وده جزء فوق خارج من الإثمويد بون. حلوة قوي. قالوا في طبعا عظمة الكتاب ما جابش سيرتها، بس هي عظمة مهمة قوي اللي تحت دي، اسمها inferior كونكا. أنا عندي عظمة اللي فوق دي اسمها superior كونكا جايالي من الاثمويد، وعظمة shelf like projection جاي تحتها اسمه middle كونكا خارج من الاثمويد، وفي عظمة تحت الكتاب ما جابش سيرتها كده اسمها inferior كونكا، دي واحدة من السيبريت بونز بتاعت السكال، عظمة لوحدها منفصلة، تمام؟ وبيجي لنا كتير قوي في الام سي كيو، زي ما هفصل ان شاء الله بعد كده اللاترال وول اوف ذا نوز ده. ماشي الكلام؟ طيب يبقى لحد دلوقتي انا شفت ايه؟ شفت فرونتال، شفت نيزل، تمام، وشفت الفرونتال بروسيس بتاع المكزيلا بس المره دي من اللاترال سايد، وشفت اللاكريمال بون مفيش مشاكل خالص، وشفت الاثمويد اللي كانت منزله لي جزئين اللي انا شايفهم دول اللي اسمهم سوبيريور كونكا واسمهم ميدل كونكا. حلو قوي. قالوا لو انا بصيت بقى على السكال من ورا كده، تمام، مش انا قايله ان الفتحه دي من النوز والفتحه دي دول كانوا تبع النوز، وقلت عليهم بوستيرور نيزل اوبننج، وقلت ليهم كلمه تانية غير بوستيرور نيزل اوبننج، كان اسمها ايه يا دكاتره الفتحه دي والفتحه دي؟ شويه كده. البوستيرور نيزل ابرتشر دي كان ليها اسم تاني، كونكا كوينا. خلي بالك كونكا دي، خلي بالك يا دكتور، كونكا يعني
shelf like projection في lateral wall of the nose. خلي بالك كوينا يعني posterior nasal opening، يعني لو انا باصص على النوز كده لقيت من lateral wall حاجات نازلة منها وحاجات نازلة منها كده، دول اسمهم كونكا. انما لو بصيت على posterior nasal opening اسمهم كوينا. انت قربت يعني، بس هي الكلمة فلتت منك بس. ماشي الكلام؟ طيب قالوا بشوف مين تاني بقى؟ قالوا بشوف البليت ده من السفينويد بون، والبليت ده من السفينويد بون ده اسمه ميديال تيريجويد بليت. بس ده بعيد قوي يا دكتوره بقى، ده تبع اللاترال وول اوف ذا نوز. اه بس ذا موست بوستيريور بارت في اللاترال وول اوف ذا نوز. يبقى اكتر حاجه بوستيريور بشوف الميديال تيريجويد بليت والميديال تيريجويد بليت بتاع السفينويد. اللي مش فاكر السفينويد بون دي كان ليها بليت الناحيه دي اسمه لاترال تيريجويد بليت مش تبعنا، وبليت الناحيه دي اسمه ميديال تيريجويد بليت، وبليت الناحيه دي اسمه ميديال تيريجويد بليت. دول تبع مين؟ تبع السفينويد بون، موجودين لاكتر حته ورا في اللاترال وول، ذا موست بوستيريور بارت اوف ذا لاترال وول. ماشي يا دكاتره؟ يبقى معلش اللاترال وول لازم بنلف فيه لفات كتيره كده، لازم بنشوفه، لازم بنشوفه من الناحيه اللاترال، تمام؟ واحنا واخدين فيه كده lateral part، ولازم بنشوفه من قدام عشان نشوف الثلاث عضمات دول ورا بعض، ولازم نشوفه من ورا علشان نشوف الميديال تريجويد بليت. فلازم يشاف من ثلاثة فيوز، ما فيش واحد فيو واحد منهم يقدر يجيب لي العضمات دي كلها مع بعض. ماشي الكلام؟ طيب عايز اسال سؤال، ممكن حد شاطر يقول لي ايه العضمه دي ويقول لي ايه العضمه دي، وفي نفس الوقت يقول لي ايه العضمه دي وايه العضمه دي، وفي نفس الوقت يقول لي ليه العضمه دي والعضمه دي لون العضمه دي؟ ممكن حد يقول لي دي ودي مين يا دكاتره؟ اختار superior conca middle conca inferior conca inferior inferior conca. ممتاز، دي تمثل conca، تطلع مثلا middle conca. طب ليه middle conca دي لونها لبني وليه برضو السبتم ده لونه لبني مع ان ده lateral wall وده medial wall؟ الاثنين اسمويد. ممتاز، الاثنين اسمويد، ده perpendicular plate بتاع الاسمويد، وده الميدل كونكا دي عبارة عن اللاترال او اللاترال وول اوف ذا نوز، وفي نفس الوقت الميديال بارت بتاع الاثمود. تمام كده؟ كده الدنيا مرسومة في دماغك كويس. هي اصعب حتة بس اللاترال وول دي. ماشي الكلام؟ طيب تعالي لي بقى الموضوع في منتهى الخطورة، منتهى الخطورة، اسمه لاترال وول اوف ذا نوز. قول لي يا ابني في الامتحان موضوع في منتهى الأهمية في النظري. طبعا أنا كام سي كيو أنا معرض لأي حاجة، إنما كنظري أنا في حاجات مواضيع مهمة جدا 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 بركز عليها. ماشي الكلام؟ طيب هنتدرج برضو في الموضوع من حيث الأقل أهمية فالأكثر أهمية. الأقل أهمية إن أنا بتعرف على اللاترال وول اوف ذا نوز بتاعي ده عبارة عن إيه. قال لك أول حاجة الجزء اللي أنت شايفه ده dilated part كده فوق الانتيريور نيزل ابريتشر. حد يقول لي الانتيريور نيزل ابريتشر دي كنت انا سميتها اسم تاني، ممكن حد يقول لي كان اسمه ايه؟ حد يرد عليا يا ولاد؟ نوستريل. ممتاز، فوق النوستريل على طول، يعني فوق الانتيريور نيزل ابريتشر، يعني فوق الانتيريور نيزل اوبننج بلاقي جزء dilated. اي حاجه dilated يا دكاتره بسميها فيستيبيول. فيستيبيول يعني ايه؟ يعني جزء dilated. حلو قوي. الجزء خلي بالك يا سلام لو بتفهم، انا دلوقتي عندي كان عندي اتنين كارتليجز اللي انا قلت لك عليهم منفوخين كده، فاكرهم؟ اللي كان اسمهم ايلر كارتليجز، فاكرينهم يا اولاد؟ هنا كان في كده ايلر كارتليج بس من بره وايلر كارتليج، صح؟ قصادهم من جوه الجزء المنفوخ ده من جوه، حط ايدك على مناخيرك من تحت كده، ده اسمه فيستيبيول. الفيستيبيول ده لايند بايه؟ قال لك لايند بسكين. سكين سكين يعني اه سكين سكين، يعني سويت جلاند وسيبيشيس جلاند وهير وكل حاجه. حتى الهير هنا بيقول لك بيبقى كورس وهكذا عشان الفلتريشن بتاع اي بارتكلز، اي ايه، اي فورين بادي كده داخل النوز. ماشي؟ يبقى اول جزء، الجزء دايليتد اسمه فيستيبيول. حلو جدا. اطلع من الفيستيبيول ده الاقي ايه؟ قال لك الاقي ديبريشن، شالو ديبريشن اللي انتوا شايفينه ده يا دكاتره. ماشي الكلام؟ الديبريشن ده اسمه اي مكان ضيق زي ما قلت لك، صاله مكان واسع دايليتد بارت، يبقى اسمه فيستيبيول.
بعدي بورت ضيق، اي بورت ضيق بسميه اتريوم. ماشي، يبقى عندي مكان ضيق اسمه اتريوم، زي الاتريوم بتاع الهورت صغير، انما الفنتريكل واسع. ماشي الكلام؟ المكان الضيق ده اسمه اتريوم. حلو قوي. وبعدين بلاقي الثلاثه شيلف لايك بروجكشنز. معقوله النوز بتاعتنا فيها ثلاث عظمات؟ ايوه يا جماعه، فيها ثلاث عظمات اهو، عظمه فوق صغيره بس انا مش شايفها، وادي عظمه متوسطه وادي عظمه تحت، عظم بون خارج من اللاترال وول اوف ذا نوز. الفيرست تو كونكي، يعني الفيرست تو شيلف لايك بروجكشنز دول خارجين من انهي عظمه؟ حد يرد عليا. ممتاز. طب والانفيريور كونكا، هل هي خارجه من الاثمويد؟ لا، دي سيبريت بون، واحده من السيبريت بونز بتاعه السكال لوحدها اسمها انفيريور كونكا، مفيش حاجه تاني في السكال اسمها انفيريور كونكا تاني، هي عظمه سيبريت كده لوحدها. عشان الكلام ده في الام سي كيو خطر جدا، الانفيريور كونكا از ا سيبريت بون. ماشي الكلام؟ طيب يبقى انا عندي ثلاثه شيلف لايك بروجكشنز، عظم بس انا مش شايفه هنا عظم. ما هو عادي، كفرد بميوكس ميمبرين، كل النوز بتاعتنا دي كفرد بميوكس ميمبرين. حلو قوي. بص بقى ركز معايا، اكسر لي النيزل كونكا دي. ليه بتقولي اكسر لي؟ اصل دول عظم لازم يتكسر، اكسره كده. ماشي الكلام؟ الاقي تحت كل كونكا، انا هنا كسرت السوبيريور كونكا وكسرت الميدل كونكا وكسرت الانفيريور كونكا، الاقي كل كونكا تحتها فتحه، اللي انتوا شايفينها دي يا دكاتره فتحه واسعه قوي، ودي فتحه واسعه قوي تحت الكونكا، ودي فتحه قوي تحت واسعه قوي تحت الكونكا. كل واحده فيهم اسمها نيزل ميتس. اسمها ايه يا دكاتره؟ نيزل ميتس. يبقى انا دلوقتي لو حطيت ايدي، بصوا الرسمه المكسوره دي روعه، كسرت السوبيريور كونكا بس انا مش كسرها كلها، الاقي تحتها فتحه، في حاجات فتحه فيها. كسرت الميدل كونكا الاقي تحتها حاجات كتيره فتحه فيها. كسرت الانفيريور كونكا عظم بكسره الاقي تحته حاجات فتحه فيه. طب هل انا هكسره في العيان؟ لا، انت مش هتكسره في العيان، بس انت هتشتغل دكتور انف واذن، ده الماء والهواء بتاعك في النوز، اللاترال وول اوف ذا نوز ده. العيان بكل الشكاوى اللي هيجي يشتكي لك منها انت هتتعامل مع اللاترال وول اوف ذا نوز بتاعه. ماشي الكلام؟ طيب قال لك تعالى بقى نبص كده على التلاتة فتحات اللي تحت الكونكي دول، كل واحده فيهم اسمها ميتس. يعني لو دي سوبيريور كونكا الاقي تحتها فتحه اسمها سوبيريور ميتس. تحت الميدل كونكا ادخل ايدي تحتها الاقي فتحه اسمها ميدل ميتس. تحت الانفيريور كونكا بقول لك كلام في منتهى الخطوره في امتحان النظري، في منتهى الخطوره، اكثر الكلام اللي بقول لك تقراه تفهمه تعدي عليه سريعا مفيش فيه مشاكل، الكلام اللي اقول لك عليه مهم يبقى مهم، ادي اول المهم. ماشي، افتح احط ايدي تحت الانفيريور كونكا الاقي انفيريور ميتس. لحد كده في مشاكل؟ لا الحمد لله. تعالى لي بقى كده، بص انا جايبها لك من كل المناظر، جايبها لك دايجراماتيك لاترال وول، ثلاث فتحات تحتهم ميتس، وجايبها لك كورونال سيكشن. بص الاثمويد اللي انا حكيت لك عليها لابيرنس، لابيرنس متاهه. ماشي الكلام؟ مطلعه كده اتنين شيلف لايك بروجكشنز، سوبيريور كونكا عظم، ميدل كونكا عظم، انفيريور كونكا عظم، سيبريت بون. ماشي الكلام؟ وده جزء برضو من الاثمويد، جزء من النيزل سيبت، وانا بص عليها الناحيه دي سوبيريور كونكا وميدل كونكا اثمويد، انفيريور كونكا سيبريت. طبعا بتوع الدكاتره بتوع الانف والاذن ما بيستخدموش كلمه كونكا دي. ماشي، هقول لك بيستخدموا ايه بعد شويه. تمام، بص بقى يا سيدي، طبعا سبحان الله مبدئيا ليه ربنا خلق لنا النيزل كونكي دي؟ ليه ربنا خلق لنا عظم كده شيلف لايك بروجكشن؟ هل هو فينا عظم؟ قال لك لا، ده هيبقى كفرد بميوكس ميمبرين، صح؟ يعمل ايه؟ يعمل تربلنس للاير، يعني يحرك الاير مسافه طويله قبل ما يوصل لللونج. طب وانا عايز الاير يتحرك مسافه طويله؟ ايوه، اولا لو كان الاير ده دراي يحصل له هيوميديفيكيشن، تمام؟ لو كان الاير ده كولد يحصل له وورمينج، صح؟
لو كان الاير ده مليان بارتكلز ومليان دست وهكذا ازود السيرفيس اريا اللي بيتعرض ليها الاير ده فيحصل ايه فلتريشن اكتر. تمام. تاني حاجه اما يحصل تربلنس للاير كده وانا بشم بيرفيوم بشم حاجه يحسن الاولفكشن يبقى الاير يتوزع على كميه ميوكس ممبرين اكتر. ماشي الكلام كده عادي يعني ما فيهوش مشاكل خلاص كده معلومات يعني عامه عمليه ماشيه في اتجاه واحد فكر ثواني وانت بتعيد الحاجات سترونج اسيد ده زي الاتش سي ال. تعالى بقى قلت لك الكلام المهم كل فتحه من فتحات النوز كل واحده من النيزل كونكي اللي تحتها نيزل ميتس دي مين اللي فاتح فيها. ركز معايا بقى كده بالراحه وانسى احزانك والامك وايه وافهم معايا بالراحه كده. بص يا سيدي هقول لك بس مقدمه كده بسيطه علشان تبقى فاهم فيها بس كده الدنيا مترتبة ازاي. احنا جنب النوز بتاعتنا جنب النوز في ملك جوه الفرونتال بون وجوه الفرونتال بون بلاقي حاجة فاضية كده جوه الفرونتال بون مكان فاضي كده اسمه فرونتال ساينس حلو جدا. وجوه المجزيلاري بون وجوه المجزيلاري بون بلاقي اير فيلد سبيس كده اسمها مجزيلاري ساينس حلو قوي. وجوه الاثمويد بون وجوه الاثمويد بون بلاقي مجموعه من الاير فيلد سبيسز كده اسمهم اثمويدال ساينس. يبقى تاني وانا بصص على اشعه عيان الاقي هنا هوا والاقي هنا هوا اجيب الام اقول لها للاسف يا ماما ابنك دماغه اتكسرت والسكال بونز بتاعته بص بعيد عن بعضها ازاي وبص جواها هوا ازاي. لا خالص امال ايه دي يا ترى فرونتال اير ساينس. طب ودي ايه ماكسيلاري ساينس. طب ودي ايه اثمويدال ساينس. واضح جيوب انفيه كل الناس يا عيني اللي عندها صداع وعندها الحاجات دي عارفينها وحافظينها صم لو دي الفرونتال بون جواها فرونتال ساينس جميل قوي. دي الاثمويد بون وانا كاسر النيزل كونكي اهو لان انا قلت لك الاثمويدال بون دي عامله جزء من ايه من لاترال وول اوف ذا نوز. يبقى هنا في اثمويد ساينسز كتير قوي دول باين عليهم كده الثلاثه جروبس اللي انا قلت عليهم انتيرور وميدل وبوستيريو. ورا جوه الاسفينويد بون في اير فيلد سبيس تاني اسمه اسفينويدال ساينس. يعني معنى كده ان انا عندي اربعه بارانيزال ساينسز. ايوه اتنين في الفرونتال بون فرونتال ساينس، اتنين في المجزيلاري بون مجزيلاري ساينس، اتنين في الاثمويد بون بس يعني قصدي هما اتنين هنا اثمويد ساينس وهنا اثمويد ساينس اثمويد ساينس بس هما تلاتة انتيريور وميدل وبوستيريور زي ما قلت لك انتيريور وميدل وبوستيريور ودي فرونتال ودي فرونتال ودي مجزيلاري ودي مجزيلاري وجوه الاسفينويد بون في سفينويد. حلوة قوي. تعالى لي بقى كده بالراحة خالص نشوف كل واحدة من البارانيزال ساينسز دي هتفتح فين. تمام؟ أهم رسمة في حياتك في حياتك الرسمة دي خلاص؟ طيب بص يا سيدي الفرونتال ساينس اللي فوق دي هتنزل كده سبحان الله تعمل ضغط عايزك تزودها لي بإيدك في الكتاب. ماشي؟ مكتوب في الكتاب الفرونتال ساينس بتفتح في الاثمويدال انفانديبولم عايزك تكتب لي كده ما بين قوسين فرونتو نيزل داكت. ليه دي داكت اكشوالي دي داكت وهتيجي بعد كده في الكتاب بس متاخر شويه. داكت من الفرونتال ساينس لحد ايه لحد النوز فاسمها فرونتو نيزل داكت. جميل قوي. الفرونتو نيزل داكت دي نفسي اسال سؤال الحته دي كده من النوز للناس اللي بتفهم اللي انا قعدت استرس كتير قوي قوي الحته دي كده من النوز دي تبع انهي عظمه. حد يقول لي الحته دي كده تبع انهي عظمه تبع مين يا ولاد؟ الاثمويد. برافو عليك. فعشان كده سموا المكان ده اللي بتفتح فيه الفرونتال ساينس في النوز اللي قلت لك اكتبه بايدك فرونتو نيزل داكت سموه اثمويدال انفانديبولم. يعني ايه كلمه انفانديبولم؟ مدخل مدخل الاثمويد. لو دي كده الاثمويد بون عشان كده قلت لك دي اهميه اللاترال وول مش اهميته ان انا اقعد احفظه اهميته ان انا اقعد احفظه دي اهميه ضئيله.
انما الاهميه الاساسيه ان انا افهم سؤال الامتحان ده اللي انا هتعامل فيه مع العيان ده. خلاص يبقى البلد نصها عنده التهاب في الجيوب الانفيه، ونص دكاتره الانف والاذن والحنجره دول فاتحين عيادتهم بالساينوسايتس والالتهاب الجيوب الانفيه والنيزل بوليبس والكلام ده. ماشي الكلام؟ يبقى من الفرونتال ساينس لما هتيجي تفتح لي في الاثمويد افهم معايا، وفي الاخر هحفظها لك بطريقه سهله جدا ان شاء الله. يبقى من الفرونتال ساينس لمكان ما تيجي تفتح عند الاثمويد سموه اثمويدال انفانديبيرا. الكلام ده في الام سي كيو مالوش عدد، مالوش عدد. كل واحدة من النيزل ساينسز بتفتح فين كلام ملوش عدد في الام سي كيو. والمهم امتحانيا، مهم طبيا، مهم كلينيكيا. ماشي؟ طيب يبقى ده كده اثمويدال انفانديبيرا. حلو قوي، بتفتح فيه الفرونتال ساينس، جميل. تعال لي بص لي على بقية الساينسز، اخلص من السهلين. السهلة الثانية الاثمويدال ساينس، حد سمعني بقول له من شوية خد بالك ده البوستيريور وول بتاع الروف بتاع النوز ده كان فيه اثمويدال بون وكان فيه فتحه فيها. قلت لك دي فتحه الاثمويدال السفينويدال ساينس. ايوه قلت لك ده فيه تجويف سبيس مليان اير جوه السفينويد بون، يفتح لي من فتحه اسمها اثمويدال اوبننج. اسف، سفينويدال اوبننج، صح؟ دي السفينويد بون، معلش لو زلت لسان. من عن طريق الاوبننج دي يخرج السكريشنز من السفينويدال بون هنا، تمام؟ سموا المكان اللي السفينويدال بون ده تفتح فيه هنا. معلش هسال نفس السؤال العجيب ده تاني، هو الحته دي تبع انهي عظمه؟ تبع الاثمويد. ايه ده، معقوله برضو؟ يعني ده اثمويد وده اثمويد. ما كل الفيلم ده كده اثمويد لحد الانفيرور كونكا، كل اللي فوق ده اثمويد، تمام؟ فسموا المكان ده سفينو اثمويداريسس. تاني، من السفينويدال بون لحد الاثمويد بتفتح فين يا ابني؟ السفينويد اير ساينس. روحي يا مريم لبابا، روحي لبابا، تمام. السفينويدال بون دي بتفتح فين؟ بتفتح في سفينو اثمويداريسس، المكان ده اللي بتفتح فيه. كاني مدخله سلكه، وانا عايزاك بقى تبقى ناصح. لما تيجي تاخد ان شاء الله العملي، هتاخد ساجيتال سيكشن في الهيد اند نيك، هات سلكه، اوعى تتكسف، هات سلكه دخلها من الفرونتال بون هتلاقيها خرجت لك من الاسمويدال انفانديبيلوم. هات سلكه دخلها من السفينويدال بون تخرج لك من السفينو اثمويدال ريسس. هو ده مكان السكريشن ما بيخرج. هو ده يا دكتور، انا كل ما بصلي ولا بركع ولا بسكت بحس بصداع. ليه يا ابني حاسس بصداع؟ اصل السكريشنز متحوشه جوه الساينس. السكريشن تبقى فيسد، تبقى تقيله، تقفل الاوبننج، البني ادم دماغه دي تبقى قنبله من الصداع. حاجه سكريشن محطوط في تايت سبيس، ماشي؟ تريليف للعين الاوبستراكشن وتدي له الحاجات يقعد يدعي لك وتدخل الجنه وتبقى حاجات جميله جدا، ماشي؟ طيب يبقى ده كده سفينو اثمويداريسس. حلو، يبقى احنا كده خلصنا من اثنين سهلين قوي، فرونتال ساينس ومين وسفينويدال ساينس. حلو، تعالى لي بقى للمشاكل الكبيره، ربنا ما يجيب مشاكل. ماكسيلري وثلاثه اسمويدال. طب ليه ثلاثه اسمويدال بس؟ قال لك اصل احنا عندنا ثلاث انواع من الاير سيلز زي ما رتبتهم لك. قدام فين؟ قدامه فين؟ ورا في الرسمه دي. الناحيه دي قدام والناحيه دي ورا. ده انتيريور اثمويدال، يعني ده لو هرتب الاير ساينسز كده يبقوا ورا بعض، انتيريور وميدل وبوستيريور زي ما هنشوف جوه، صح؟ يعني لو بصيت على الاسمويد بون اللي انا شايفهم انتيريور، وراهم ميدل وراهم بوستيريور. لو انا بصيت في الرسمه دي كده، تمام؟ هنا anterior air cells، هنا middle، هنا posterior، صح؟ هنا جوه الكعبيرة دي بقول لك labyrinth. labyrinth احنا عندنا رسائل دكتوراه في الاسم عن الاسمويد air sinus، مش هقول لك عن الاسمويد بون، عن الاسمويد air sinus. سبحان الله، ده كده anterior ismoidal air cells، وراها middle وراها posterior، يعني كده بترتبهم كده من قدام لورا، ماشي الكلام؟ طيب تعال لي بقى كده بصي لي كل واحدة فيهم بتفتح فين. مبدئيا البوستيريور اير ساينس دي بتفتح، البوستيريور اثمويدال بتفتح تحت السوبيريور ميتس، بتفتح اسفه في السوبيريور ميتس، يعني تحت السوبيريور كونكا.
يعني انا لو كسرت السوبيريور كونكا الاقي تحتها واحده بس من الاير ساينسس فاتحه اللي هي البوستيريور اسمويدال. حلو. طب والانتيريور اسمويدال والميدل اسمويدال فاتحين فين؟ قال لك اكسر لي كده الميدل كونكا واتفرج على الميدل ميتس. ايه ده، هي كل دي ميدل ميتس؟ اه، احنا متفقين ان احنا طالما انا كسرت الكونكا الاقي تحتها ميتس. ماشي. طيب لا دلوقتي حبيبي ده كده الايه الميدل كونكا انا كسراها، تحتها الميدل ميتس. بص لي بقى الميدل ميتس دي عباره عن ايه؟ عن مكان منفوخ. ركز معايا، الميدل اسمويدال اير سيلز اللي انا قلت لك عليهم دول عاملين انتفاخ جامد قوي في اللاترال وول اوف ذا نوز، فعاملين حاجه عامله زي الكعبيره كده، الحاجه المنفوخه كده اسمها بولة. اسمها ايه يا ولاد؟ بولة. مين اللي عاملها؟ انا قلت من شويه الميدل اسمويدال فاسمها بولا اسمويدالس. اسمها ايه دكاتره؟ بقول لك اهم من اسمك، اسمها بولا اسمويدالس. الدنيا كلها عارفاها، الدنيا كلها الكلام ده بندرسه الاسنان وبندرسه العلاج طبيعي وبندرسه التمريض وبندرسه، فالاولى ان دكتور بشر يبقى عارفه. يبقى وقلت لك ده هيبقى شغلك بالكامل لما تتخصص انف واذن، تمام؟ وحتى لو ما تخصصتش انف واذن انت داخل على ان شاء الله باذن الله يعني على سنه رابعه هتدرس اي ان تي، اير ونوز وثروت. ده هو ده النوز. ماشي. يبقى بولا اثمويدالس إليفيشن مدور معمول بالميدل اثمويدال سيلز. تعال لي كده اما نبص بصه على الاثمويد بون ورا قصير الميدل كونكا. شايف انا هنا عامل ايه؟ كاسر الميدل كونكا، لقيت تحتها حاجه كده قلبوزه. ايه الحاجه القلبوزه اللي تحتها دي؟ بولا اثمويدالس. مين اللي عاملها؟ الميدل اثمويدال سيلز، وهي بارزه اتنفخت في اللاترال وول اوف ذا نوز. طب ليه فيها فتحه؟ اصل هيخرج منها السكريشنز بتاعت الميدل اثمويدال سيلز. جميل قوي. طب تحت البولا اثمويدالس بلاقي الشكل اللي انتوا شايفينه ده يا دكاتره، الشكل ده شكل سيمي ليونر. ايوه. فتحه يعني؟ اه. هايتس يعني؟ اه. ليونيرس. ايه دكاتره؟ هايتس سيمي ليونيرس. يبقى عندي بول اثمويدالس حاجه اليفيتد فيها فتحه اسمها هايتس سيمي سوري تحتها فتحه اسمها هايتس سيمي ليونيرس. طب تعالى بقى قول لي، بما ان الميدل اثمويدال فتحوا في البول اثمويدالس، الانتيريور اثمويدال يفتحوا فين؟ يفتحوا في الانتيريور بارت بتاع الهايتس سيمي ليونيرس. يبقى انا كده والله ترتيب منطقي جدا، الانتيريور اثمويدال تفتح في الانتيريور اند بتاع الهايتس سيمي ليونيرس لانها قدام، والميدل اثمويدال تعمل بما ان هي بنفسها اللي عامله الاليفيشن ده فالميدل اثمويدال تفتح في البولا اثمويدالس، والبوستيريور اثمويدال دي رجعت ورا قوي كنا خلصنا بقى كده ففتحت تحت السوبيريور كونج. ماشي الكلام؟ حلو جدا. مين؟ انا قايله لك عندنا اربعه بارانيزال ساينسز، فرونتال وسفينويدال واثمويدال وماكسيلاري. الماكسيلاري تفتح في فتحه تحت البولا اثمويدالس بتساوي البوستيريور اند بتاع الهايتس سيميليونيرس. يبقى دي كده الماكسيلاري اوبننج. يبقى انت هتسال في الامتحان، انا وانا طالبه في سنه كنا بناخد الكلام ده بقى في سنه ثانيه مش في سنه ثالثه زيكم، جالي سؤال في الامتحان اسمه توبوجرافي لاترال وول اوف ذا نوز. ده الكلام ده وانا طالبه، ولحد هذه اللحظه بيجي كل سنه سؤال كلاسيك عادي خالص، قول لي يا ابني ايه اللي فاتح في اللاترال وول اوف ذا نوز. والله ما جاش سؤال نظري، هيجي لك ثلاث اربع اسئله منه في الام سي كيو، ما جالكش في الام سي كيو هيجي لك في الكيس، ما جالكش في الكيس هيجي لك وات ايفر، يعني هتتخبط فيه هتتخبط فيه. ماشي الكلام؟ طيب يبقى تاني تعالى نشوف ايه التوبوجرافي اوف ذا لاترال وول اوف ذا نوز. النوز والله اللاترال ووز بتاعها فيها فيستيبيول يعني سكين، واتريوم
يعني جزء ضيق جزء من الميدل ميتس يعتبر continuation الميدل ميتس فاسمه اتريوم اوف نيزل اوف ميدل ميتس. وتلاتة شلفز اسمهم نيزل كونكي اكثرهم الاقي تحتهم تلاتة ميتس. قول لي يا ابني مين اللي فاتح في كل ميتس؟ والله يا دكتور تحت السوبيريور كونكا فاتح بوستيريور اسمويدال، تحت الميدل كونكا في بولا اسمويدالس اللي فاتح فيها الميدل اسمويدال، في هايتس سيميليوناريس فاتح في الانتيريور بارت بتاعها انتيريور اسمويدال والبوستيريور بارت بتاعها ماكسيلاري. يتفضل لك مين؟ يتفضل لك الفرونتال اللي فاتحه في ثلاث اماكن. ايه ثلاث اماكن دي؟ ما انت لسه قايله لنا دي فاتحه في الاسمويدال انفانديبولم. انا قلت لك هما ثلاث كلمات، اسمويدال انفانديبولم تمام لانه مكان ضيق فاتح على الاسمويد بون. تاني كلمه، الكلمه اللي قلت لك عليها فرونت ونيزل دكت. ثالث كلمه انتيريور اند اوف هايتس سيميليونيرس. يعني انا اقدر اقول ان الهايتس سيميليونيرس دي فاتح فيها ثلاث حاجات، فرونتال في الموست انتيريور بارت وانتيريور اسمويدال وراها وماكسيلاري وراها. اه تقدر تقول كده عادي ما فيش مشكله خالص. طب اقدر اقول ان الفرونتال ساينس فاتحه في حاجه اسمها اسمويدال انفانديبولم؟ اه تقدر ما فيش مشكله خالص. طب اقدر اقول ان الفرونتال ساينس فاتحه في فرونتونيزال دكت؟ اه تقدر ما فيش مشكله خالص. ماشي الكلام؟ السفينويد فاتحه لوحدها ام سي كيو بالعبط في الامتحان. حد يقول لي السفينويدال ساينس اوبنز اباف السوبيريور كونكا والسفينويدال ساينس اوبنز بيلو السوبيريور كونكا، انهي فيهم صح وانهي غلط؟ حد يقول لي اللي اباف هي اللي صح ولا البيلو؟ حد يرد عليا يا اولاد. انزلوا يا جماعه اباف. برافو عليكم. ليه؟ لان اللي فاتح تحت هو مين؟ هو البوستيريور اثمويدال ممتازين. ماشي الكلام؟ طيب انا قلت لك هحفظها لك بطريقه سهله قوي، كانوا بيحفظوها لنا واحنا صغيرين. يقول لك البولة اسمويدالس دي تكتب عليها تقول الميدل فاتح في الميدل. يعني ايه؟ يعني تقول الميدل كونكا فاتح فيها الميدل اثمويدال وتكتب هنا حرف الام، تقول ده الميدل، الام تحتها ام، ميدل اثمويدال تحتها ماكسيلاري، وبعدين قدامها ايه؟ ايه يعني انتيريور اثمويدال. طب اول ما تقول كلمه انتيريور تفكرك بقدام، يبقى فرونتال، يبقى دي فرونتال ودي انتيريور اسمويدال ودي ام الميدل فاتحه تحت الميدل، ميدل بالام تحتها ام قدام. ما دام قلت قدام يبقى انتيريور، انتيريور تفكرك بفرونت، فرونت هي انتيريور، يبقى قدامي فرونتال ساينس. ماشي الكلام؟ واكتر واحده ورا هي البوستيريور لانها تحت فاتحه تحت سبيرور بونك. هري كتير ليه؟ لانها مهمه في الامتحان. السريع سريع والمهم في الامتحان مهم في الامتحان. ماشي الكلام؟ طيب تعال لي بقى الاخر كونكا. هو انا كده في كونكا ما جبتش سيرتها خالص؟ اه انهي واحده يا ترى؟ حد يقول لي في كونكا لحد دلوقتي ما قلتلكش انا حاجه فاتحه، لا فاتحه فوقها ولا تحتها ولا اي حاجه، انهي واحده؟ انفيريور. برافو عليك. الانفيريور كونكا دي شيلف لايت بروجكشن. اه نسيت اقول لك على فكره السوبيريور كونكا دي ماشي هي اصغر كونكا. شايفينها يا ولاد؟ دي سوبيريور كونكا، دي اصغر كونكا. شايفين صغننه ازاي؟ عشان بس الام سي كيو الواحد بيحب يقول كل حاجه. الانفيريور كونكا اللي هي سيبريت سكال بون دي لارجست كونكا، يبقى عشان ام سي كيو. ماشي الكلام؟ يبقى سوبيريور كونكا اصغر كونكا، انفيريور كونكا اكبر كونكا. في امتحان العملي، الناس اللي بتحب تربط النظري بالعملي، بعلم لك على الكونكي دي في امتحان السبوتنج. يعني بجيب لك دبوس احطه لك هنا، اقول لك دي ايه يا ابني؟ تقول لي انفيريور كونكا، واقول لك منشن الاوبننجز اللي تحتها واحط لك هنا دبوس في الامتحان العملي، يسالك دي اسمها ايه؟ ميدل كونكا، واسالك ايه اللي فاتح تحتها؟ تقول لي الميدل فاتح تحتها ميدل، يعني ميدل اسمويدال، والام فاتح تحتها ام، يعني ماكسيلاري بوستيريور بارت اوف هايتس سيميليونيرس، وقدامها قدام، نطقت كلمه قدام، يبقى انتيريور اثمويدال وقدامها اكتر الفرونت. ماشي الكلام؟ سوبيريور كونكا ما بعلمها لكش عمري في الامتحان، ليه؟ صغيره جدا، هتشوفوها في الايه؟ في الساجيتال سيكشن بتاع الهيد اند نيك. ماشي الكلام؟ وبقول لك انت في الساجيتال سيكشن مالكش دعوه بالكلمتين اللي المعيد هيقولهم لك، امسك الساجيتال سيكشن ده وذاكر عليه. ماشي الكلام؟ انا بس غلطانه ان انا ما حطيتلكوش صور فليشين، بس ما كانش في دماغي يعني. طيب بصوا بقى، تعالى لي على الانفيريور كونكا، اكثر لي الانفيريور كونكا، تلاقي تحتها ايه يا ترى؟ ثانية واحدة بس أحرك لكم كلمة ماكسيلاري دي
عشان اوريك. قال لك هتلاقي تحت الانفيريور كونكا فتحة واحدة بس. مين اللي فاتح فيها؟ قالوا دي دكت ماشية من الاي من ناحية الجزء اللي اسمه لاكريمال ساك لحد النوز. تاني كده، من اللاكريمال ساك للنوز، فسموها نيزو لاكريمال دكت. ايه النيزو لاكريمال دكت دي؟ دي عبارة عن دكت ماشية من النوز لحد اللاكريمال ساك. عايزاك بعد ما المحاضرة تخلص تروح قدام المراية، البنات عارفين كويس قوي، اما تنزل كده الولاد ما يعرفوش ان في حاجه زي كده في عينيهم اصلا، ينزلوا كده الايليد بتاعهم هتلاقي خرم صغنن قوي كده اسمه بانكتوم، واسمه بانكتوم. ماشي الكلام ده؟ بيودي كده على ساك اسمها لاكريمال ساك، البنات حافظينه صم. ماشي، بيودي على ساك اسمها لاكريمال ساك اللي عشان الكحل يعني وكده. ماشي، اللاكريمال ساك دي تنزلني على دكت اسمها نيزو لاكريمال دكت، تنزل التيرز للنوز. ليه الواحد اول ما يعيط يجيب كلينكس ويقعد يعمل في مناخيره كده وبيعيط من مناخيره ولا من عينيه؟ لا، من عينيه، بس التيرز دي بتنزل من اللاكريمال ساك لحد النوز، لحد الانفيريور نيزال كونكا. ماشي الكلام؟ يبقى مين اللي فاتح يا ابني؟ فتحت الانفيريور نيزال ميتس في امتحان العملي او في الامتحان السبوتينج، يبقى فاتح تحتها يعني نيم الماركت ستراكشر انفيرور كونكا، منشن الاوبننج اللي تحته نيزو لاكريمال دكت. ماشي الكلام؟ قال لك في فورامين تاني. قال لك ايوه. ايه هو يا ترى؟ قال لك في فورامين ورا السوبيريور ميتوس. ماشي الكلام؟ بص بقى، في هنا فورامينا لو انتوا تعرفوها يا ولاد، وادي فورامينا اهو، وادي فورامينا تانيين هسمع عنهم بعد شويه صغننين قوي. الفورامين ده اللي ورا السوبيريور ميتس ده حاجة كانت فتحة على فصة لو تفتكروها زمان قوي كان اسمها تيريجو بالاتاين فصة. هل حد فاكر حاجة زي كده؟ ان في مكان اسمه تيريجو بالاتاين فصة بيفتح على النوز عن طريق فورامين اسمه سفينو بالاتاين فورامين، ومن المكان ده بيدخل ستراكشرز كده من التيريجو بالاتاين فصة دي، تدخل تدي النوز نيرف سبلاي وتدي النوز بلاد سبلاي وحاجات زي كده. اللي فاكر خير وبركة، اللي مش فاكر لازم يعرفها برضه. ماشي الكلام؟ عايزاك بقى تقول لي في كام فتحة دلوقتي فتحة في اللاترال وول اوف ذا نوز بالراحة خالص كده. فرونتال ادي واحد، اثمويدال ادي اتنين، تلاتة سفينويدال اسفة ادي اتنين، تلاتة اثمويدال ادي خمسة، ماكزيلاري ادي ستة، نيزو لاكريمال دكت ادي سبعة، اسفينو بالاتاين فورامين ادي تمانية. ماشي الكلام؟ كل دول بيفتحوا في اللاترال وول اوف ذا نوز. السؤال اللي انا قلت لك عليه اللي جالي وانا طالبة ولسه بيجي من ساعة ما انا طالبة لحد دلوقتي بيجي كل سنة عادي مفيش اي مشكلة. ماشي؟ طيب، في حتة لطيفة كده بيقول لك النيزا الميوكوزا بتاعتي دي عبارة عن جزئين، جزء اسمه أولفاكتوري ميوكوزا اللي معمول عليه حرف الأو ده، موجود عادي في اللاترال وول وفي الميديا، في اللاترال وول أسفة وفي الميديال وول. ميديال وول يعني نزل سبطة ما بشوفش كونكي، وانس إن أنا شفت نزل كونكي قدامي يبقى أنا في اللاترال وول. حلو قوي. الجزء اللي فوق ده كده يا دكاترة اللي متعلم عليه حرف الأو ده واللي معمول هنا باللون البينك ده اسمه أولفاكتوري ميوكوزا. ماشي الكلام؟ ده بيلاين الأبر 1 سنتيمتر بتاع النيزل سيبتم وبيلاين السوبيريور كونكا والأبر بارت. كلام برضو كده لطيف نقرأ كده وإحنا بنقزقز لب بنتفرج على التلفزيون كده مفيش مشاكل، زيه زي الإيه؟ زيه زي البوني وول وزيه زي الإكسترنال نوز، كلام لطيف كده بقراه. ماشي؟ طيب، قال لك الأولفاكتوري ميوكوزا دي خلي بالك يا اللي ناوي تطلع دكتور، وانت بتعمل للعيان منظار يعني بيتدخل في مناخيره كده الايه الاندوسكوب. ماشي، وانت مدخل كده هتلاقي جزء من النيزل ميوكوزا زي ما انا موريهولك كده، الجزء ده لونه فاتح قوي. ماشي الكلام؟ يعني مش لونه ريدش زي بقيه الميوكوزا. ليه لونه فاتح قوي كده؟ اصله ليس فاسكولار. ليه؟ قالوا الاولفاكتوري نيرف جاي، انتوا لو تعرفوا يا اولاد بينزل الفايبرز بتاعته كده، الاولفاكتوري نيرف ده الفيرست كرين موجود
دي اسمها olfactory filaments، بتعدي من الكريبري فورم بليت بتاع الاثمويد، الله عليك اللي بتربط. يبقى بالتالي لازم الاولفاكتوري ميوكوزا تبقى هي الابر بارت دي. مكان less vascular في الاولفاكتوري نيرف كتير قوي قوي قوي، فبالتالي ايه، فبالتالي بشوفه كده في الايه وانا مدخل العيان الايه الاندوسكوب ده. بقيه الميوكوزا دي اسمها ايه؟ اسمها ريسبيراتوري ميوكوزا، ام سي كيو شغال، ترو فورس شغال، حاجات زي كده يعني. ماشي، قال لك ده عامل ايه يا ترى؟ قال لك ده هايلي فاسكولار. يا دكتور يا اللي ناوي تطلع دكتور هتدخل هتلاقي ميوكوزا لونها بينكش ريدش. ليه ريدش؟ مليانه بلاد فيسلز. ليه انا محتاج بلاد فيسلز في النيزل ميوكوزا؟ عشان اعمل وورمنج للاير، اير داخل كولد اعمل وورمنج، صح؟ محتاج مويستشر كويس علشان خاطر قلت لك الداست بارتيكلز والقصتين دول، ماشي الكلام؟ طيب حلو قوي. طبعا قال لك خلي بالك ان الميوكوزا بتاعتي النوز دي كونتينيوس مع الميوكوزا بتاعه البارانيزال ساينسز. انهي بقى ميوكوزا، الاولفاكتوري ولا الريسبيراتوري؟ لا الريسبيراتوري، صح؟ مش دي كده تحت الميتس برضو ريسبيراتوري ميوكوزا، ادخل بالميوكوزا دي جوه وادخل بالميوكوزا دي جوه زي الرسمه اللي انا رسمها لك كده بالظبط، مش رسمها لك جايبها لك يعني. ماشي، يبقى من النيزل ميوكوزا بدخل على الماكسيلاري ساينس، كل الميوكوزا دي ريسبيراتوري ميوكوزا، ماشي الكلام؟ حلو قوي. خلي بالك بقى يا اللي دكتور، يا اللي ناوي تطلع دكتور بس انت دلوقتي انسان عادي بس دكتور برضو، يجي لك ناس يا عيني عندهم في اللي بيشتكوا من كرونيك ساينوسايتس دول، ده خلاص ده عيان مزمن عندك، بيجي لك العياده بانتظام كل شتاء، انت خلاص حفظته وبتكتب له نفس العلاجات وبيجي لك تاني برضو، ماشي؟ طيب العيان ده بقى اللي عنده يعني كونجستشن وبيصحى من النوم، او حتى ايفن والله في الصيف وهو مشغل مروحه ويصحى من النوم مناخيره مقفوله وهكذا، ممكن يا ابيوز يستخدم بالغلط البخاخ اللي انت مديهوله اللي بيعمل فازو كونستريكشن في النيزل ميوكوزا. ليه؟ هو بيبخ البخاخ ده من هنا والدنيا تتفتح عنده وياخد نفسه زي الفل ويتكلم صوته جميل وكلام زي كده. عشان كده انا بقول لك يا دكتور اوعى تعرفه للعيان، شوف انا بقول لك ايه، اوعى تعرف العيان البخاخ اللي بيعمل فازو كونستريكشن. ليه بقى؟ العيان هيابيوز، هيأبيوزت، هيستخدمه ويروح يصرفه من غير ما انت تدهوله ويدمر النيزل ميوكوزا دي بتاعته. ليه؟ دي حاجة بتعمل فازو كونستريكشن، وانا قايله لك ده انا محتاجة بلاد فيسل عشان الهيوميديفيكيشن وعلشان المويستشرينج وعشان عشان تاخد الدست بارتيكلز وهكذا. كون العيان يأبيوز استخدام الحاجات اللي بتعمل فازو كونستريكتف دي، كل النور ابينفرينز والقصص اللي انتوا عارفينها دي، الحاجات دي بتبوظ للعيان النيزل ميوكوزا وبتبوظ له الاولفاكتوري ميوكوزا. يعني تلاقي العيان تدريجيا بيفقد حاسه الشم معاك، ماشي؟ غير بقى الدراينس بتاع الميوكوزا والحاجات. فانا بقول لك هم الاول ما تعرفهالوش، ماشي؟ مشي على الحاجات البسيطه خالص كده، معلش خطوه بخطوه احسن ما هو يابيوز بنفسه، ماشي؟ طيب تعال لي بقى للحته المهمه برضو اللي هي ايه، البلاد سبلاي والنيرف سبلاي مهمه بس بصراحه مش باهميه اللاترال وول. البلاد سبلاي والنيرف سبلاي بتاع النوز، عشان نفهم البلاد سبلاي والنيرف سبلاي لازم انا هقول لك حاجه مش مكتوبه في الكتاب، ماشي؟ بس ايه، بس مهمه عشان انت تفهم كده الدنيا ماشيه ازاي، تفهم ايه الفتحات اللي بتفتح لي على النيزل كافيتي. وانت دلوقتي خلاص بقيت كبير وعاقل، صح؟ انا هسالك وانت تقول عايزه حد يرد عليا. في فتحات جايه من فوق كده، مين الفتحات دي يا ترى؟ حد يقول لي مين الفتحات دي يا اولاد؟ الكريبري فورم بليد بتاع الاثمويد ممتازين. طب مين الفتحه دي؟ حد يرد عليا. السفينوبالاتاين، هاي السفينوبالاتاين فورامين. طب مين الفتحه دي؟ حد يرد عليا. الفيستيبيول، هايله الفيستيبيول اللي الفتحه بتاعته اسمها نوستر الممتازه. طب مين الفتحه دي؟ حد يرد عليا. انسايسيف فوسا، هايل انسايسيف فوسا اللي انا فيها اللي في البربنديكولار بليد بتاع البالاتاين بون. ادي البالاتاين بون اهو، ماشي؟ بربنديكولار بليد وهوريزونتال بليد. هل هي في الهوريزونتال بليد بتاع البالاتاين بون ولا في البالاتاين بروسس بتاعه المجزله؟ بالاتاين بروسس بتاعه المجزله.
طب وعندي فتحات تانية صغننة قوي كده، دي برضو لو دي كده بتاعت الاسفينوبلاتين فورامين دي برضو فتحات صغيرة كده هيطلع لي منها نيرفيت. يعني هي دي السكك اللي عندي في النوز. أيوة ليه بقول لك الكلام ده؟ لان دي الاماكن اللي ينفع يدخل منها نيرف سبلاي او بلاد سبلاي للنوز، والا هدخل منين؟ هم دول الاماكن اللي ينفع ادخل منهم، ماشي؟ يبقى لازم ابقى حاططهم في دماغ. طيب تعال لي على النيرف سبلاي. فاكر زمان لما كنت بقول لك نيرف سبلاي اوف ذا تانج؟ عايز حد يرد عليا يقول لي عنوانين نيرف سبلاي اوف ذا تانج. عايز حد يقول لي عنوانين، مين هم العنوانين؟ الشاطر في جنرال وتيست. لو انا بقول لك سنسوري نيرف سبلاي، في عنوان تاني اسمه موتور وسنسوري. لو انا بكلمك المسلز بتاعت او التانج ده على بعضه كده سبلاي موتور وسنسوري. لو بقول لك سنسوري سبلاي هتقول لي جنرال سنسيشن وتيست سنسيشن. التيست سنسيشن ده سبيشال سنس، صح؟ والجنرال سنسيشن ده الجنرال سنسيشن العادي، نفس القصه. نيرف سبلاي اوف ذا نيزل كافيتي جنرال سنسيشن، يعني بحس باحساس ايه ده الهواء اللي داخل مناخيري ده، ده هواء ساقع، صح؟ الهواء اللي داخل مناخيري لا ده وورم، صح؟ او ايه الريحه اللي انا شاممها دي، ده سبيشال سنس، ماشي؟ يبقى في حاجه سبيشال سنس زي التيست كده والفاكتوري نيرف، وجنرال سنسيشن اللي هو زي ما كنت بحس في الطنج السخن والسائع بحس في النزل كافيتي بتاعي السخن والسائع برده، مفيش مشاكل خالص. تعالي لي بصوا يا ولاد، بعد ما اخلص معاكم وهفتح معاكم رسومات الكتاب نبص عليها سريعا كده عشان بس نبقى فاميليار معاها، عشان الناس لما بتشوف برزنتيشن بتبقى مش طايقه خلاص رسومات الكتاب. فعشان نبص في رسومات الكتاب هلاقي هي نفس الكلام، بس احنا الواحد بيحاول بس يدي كل معلومه علشان الام سي كيو، عشان ما تبقاش في فتفوته صغيره انت مش عارفها، ماشي؟ اول حاجه السبيشال سنسيشن. السبيشال سنسيشن ده عن طريق النيرف اللي اسمه الفاكتوري نيرف، كل معلوماته قديمه. ده اول كرينيال نيرف قديمه لازق في البيز اوف ذا برين، مطلع اسمها اولفاكتوري فيلامنتس، ماشيالي من اول الروف اوف ذا نوز عند الحته دي اللي اسمها اولفاكتوري ميوكوزا ولا اسمها ريسبيراتوري ميوكوزا؟ حد يرد عليا. اللي فوق دي اولفاكتوري ميوكوزا. اولفاكتوري لونها بينكش، وانت دكتور ولا لونها ريدش ولا لونها يلوش؟ يلوش. يلوش، برافو، عشان الفاسكولاريتي بتاعتها اقل. حلوة قوي، وعشان مليانه النيرفز دي، ماشي الكلام. الفايبرز بتاعت الاولفاكتوري نيرف تعدي من الكريبري فورم بليت تروح للاولفاكتوري نيرف ونكمل بقى. وده خلي بالك ده السنسيشن الوحيد اللي ما بيعديش على الثالاموس زمان، تمام؟ ده ايه؟ عباره عن تو اوردر نيورونز بس، مش ايه يعني سنسيشن سريع. يعني الاولفاكشن ده عشان كده هو فيري فيري هاي ديفلوبد في الانيمالز، مش محتاج هاير سنترز زينا، ماشي؟ طيب تعالى لي بقى الايه للجنرال سنسيشن. والله الجنرال سنسيشن جاي منين؟ جاي من الفتحات اللي ممكن تيجي. هو ايه الفتحات اللي ممكن تكون عندي؟ قال لك ممكن يكون عندي الفتحه اللي اسمها سفينوبالاتاين فورامين. قال لك الفتحه دي فيها وراها جانجليون اسمها سفينوبالاتاين جانجليون، ماشي الكلام. السفينوبالاتاين جانجليون دي بتطلع لي نوعين من النيرفات، نيرفات اسمها نيزل برانشز ونيرف اسمه جريتر بالاتاين نيرف. يبقى تاني سفينوبالاتاين جانجليون اللي هتدخل لي نيرفات من السفينوبالاتاين فورم، فيها نوعين من انواع البرانشز، نيرفات اسمها نيزل برانشز ونيرف اسمه جريتر بالاتاين نيرف. ركز معايا بقى، النيزل برانشز دي، ركز معايا، النيزل برانشز دي نوعين، نوع قصير اسمهم لاترال نيزل او اسمهم شورت سفينوبالاتاين، ونوع طويل اسمه لونج سفينوبالاتاين بس بيمشي على الميديال وول فاسمه ميديال نيزل، ماشي؟ عايزك تفكر لي كده في فكره للناس العاليه قوي، الناس التانيه ممكن عادي ما تفهمهاش، ما عنديش اي مشكله، ماشي؟ بص انا دلوقتي لو باصص للنوز بتاعتي كده وعندي في اللاترال وول كده، ماشي، جانجليون اسمها سفينوبالاتاين جانجليون، طلعت لي نيرف يمشي على اللاترال وول وطلعت لي نيرف يمشي سكه طويله ويمشي على الميديال وول، مين اللي اقول عليه شورت سفينوبالاتاين ومين اللي اقول عليه لونج سفينوبالاتاين؟ اللي رايح ناحيه الميديال وول اسميه لونج سفينوبالاتاين ولا شورت؟ حد يرد عليا؟ لا
برافو. واللي رايح ناحيه اللاترال وول ده السكه سهله. ليه السكه سهله؟ لان الجانجليون دي اصلا في اللاترال وول فسكه قصيره فاسمه شورت سفينوبالاتاين. يبقى انت هتلاقي في الكتاب مكتوب لك كلمتين، مكتوب لك ثانيه واحده، مكتوب لك ان السفينوبالاتاين جانجليون دي انا ما اعرفش اجيبها لك في الصوره دي، في الصوره دي اقدر احفظها لك بس، انما في الصوره اللي انا وريتها لك من شويه اللي انت تفهم بيها اللاترال وول اقرب، فبالتالي اللاترال نيزل برانشز اسمهم شورت سفينوبالاتاين والميديال نيزل برانشز اسمهم لونج سفينوبالاتاين. كده ستيب 1 زي الفل. ستيب 2 اطول واحد في اللونج سفينوبالاتاين دول مميز فسميناه اسم مميز اسمه نيزوبالاتاين نيرف. كده سهله. يبقى عندي سفينوبالاتاين جانجليون طلعت لي لاترال نيزل قريبين قوي فاسمهم شورت سفينوبالاتاين لانهم طالعين من سفينوبالاتاين جانجليون. وطبعا للناس العاليه بقى، عايزه بقى الناس الهاي قوي، ادي السفينويد بون وادي الاثمويد، ما انا خلاص خدت لاترال بور اللاترال وول فدي اسمها سفينوبالاتاين جانجليون. ماشي الكلام؟ جنب السفينويد بون اهو وورايا البيربنديكولار بليت بتاع الايه ده، البيربنديكولار بليت بتاع البالاتاين، وده الهوريزونتال الهوريزونتال بليت بتاع البالاتاين، فدي بين السفينويد وبين البيربنديكولار بتاع البالاتاين فاسمها سفينوبالاتاين جانجليون. طلعت لي البالاتاين ولونج لانهم هيمشوا سكه طويله لحد الميديال وول. خلاص اطول واحد في اللونج سفينوبالاتاين اسمه نيزوبالاتاين. خد بالك عشان اسامي هتعك مننا بعد شويه. خلاص يبقى دول اول اتنين، نيزل برانشز شورت سفينوبالاتاين لونج سفينوبالاتاين. اطول واحد من لونج سفينوبالاتاين اسمه نيزوبالاتاين، حتى لو مش مكتوب في الكتاب تكتبه بايدك. ماشي. ونيرف تاني اسمه جريتر بالاتاين. حلو قوي. بص لي بقى كده على نيرف تاني. مين هو النيرف التاني ده؟ قال لك زمان 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 كان في نيرف كده اسمه ترايجيمينال نيرف، كان بيتقسم لثلاث توائم. حد يقدر يقول لي اساميهم؟ مين الثلاث توائم بتوع الترايجيمينال؟ اوفثالميك ماكسيلري اوفثالميك جدع وماكسيلري ومانديبولر. ادي الاوفثالميك وادي الماكسيلري وادي المانديبولر. لو حد فاكر سن اكتر، الاوفثالميك ده كان بيتقسم ثلاث برانشات، حد فاكرهم؟ واحد اسمه ايه وايه وايه، حد فاكر من الماضي الصحيح؟ فرونتال ونيزو سيلياري والثالث اسمه ايه؟ لاكريمال. هايل. يبقى الفرونتال ده الاوفثالميك كان بيتقسم للفرونتال اهو اللي طلع لي فوق وغطي زمان قوي، ونيزو سيلياري اللاكريمال اللي رايح لللاكريمال ايه جلاند. بص بقى ركز معايا، النيزو سيلياري ده وهو ماشي كده، ركز معايا كده، يبعت لي برانش يدخل النوز. بص يدخل ازاي، بصي عليه كده، يدخل من هنا من الول ده كده. ماشي. يبقى النيزو سيلياري انا جنبي على الناحيتين كده، الاي الناحيه دي وفي اي تانيه الناحيه التانيه، الاي دي ماشي فيها النيزو سيلياري، يبعت لي برانش يخرم كده. بص عليه كده، جايبه لك من كل المناظر. النيزو سيلياري اهو، نيزو سيلياري، نيزو يعني داخل النوز يعني. معقوله جاي من الاوفثالميك، جاي من الاوفثالميك وداخل النوز. اسمه نيزو سيلياري. تمام. داخل جوه النوز بيبعت برانش يدخل جوه النوز كده اسمه انتيريور اسمويدال نيرف. بص ده كده، انا باصص على الايه السكال من فوق، ده كريبري فورم اوف بليت اوف اسمويد ودي كريستا جالي، صح؟ ده انتيريور اسمويدال نيرف. بص يعمل ايه، يدخل كده ويدخل على النوز. ماشي الكلام اهو، قفشته من هنا اهو، ده كده انتيريور اسمويدال نيرف، يدي نيرف سبلاي للنوز. يبقى لحد دلوقتي هما كلمتين عبط، سفينوبالاتاين جانجليون بعتت لي نيزل برانش لونج، يا شورت نيزل يا لونج نيزل، اللي الطويل فيهم اسمه نيزو بالاتاين، وواحد اسمه جريتر بالاتاين، وواحد ضيف عليا اسمه انتيرور اسمويدال بيغذي اللاترال وول، وانتيرور اسمويدال بيغذي الميديال وول. ماشي الكلام؟ حلو قوي. كمل المسيره معايا بالراحه. فرونتال سلمك وماكسيلري ومانديبولر زمان قوي في الماضي الصحيح. الماكسيلري ده كمل بيه كان بيديني نيرف اسمه ايه؟ اسمه انفرا اوربيتال. حلو. انفرا اوربيتال زمان قوي 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 كان بيديني واحد اسمه ايه؟
واحد اسمه ايه وواحد اسمه ايه، حد فاكر يا ولاد؟ كان بيديني برانش كده الانفرا اوربيتال نيرف كده، كان بيديني برانش بيدخل جوه النوز، ماشي الكلام؟ لو بصيتوا عليه كده من الناحيه دي ماشي، دي احسن حاجه. ده كده الانف نيرف ده كان بيدي حاجه اسمها ايه، بالبيبرال ونيز وليبيال، صح؟ سوري، بالبيبرال وده النيزل، وكان واحد تحت نازل اسمه ليبيا لو تفتكروا زمان قوي. ده كده النيزل كان بيدخل جوه النوز ويسبلاي النوز، يدي نيرفس سبلاي للنوز، ماشي الكلام؟ يبقى ده انفرا اوربيتال اهو، خارج لي من الانفرا اوربيتال فورامين. الانفرا اوربيتال ويشن مين؟ كونتينيويشن ماكسيلري، ده كده اوفسالميك وده ماكسيلري وده مانديبولار. ماكسيلري قلت لك ده الحرامي اللي بيمشي في الشقوق، كل ما يلاقي شق يمشي فيه، ترجو بلاطين فص يمشي انفرا اوربيتال يستخبى. طلع لي انفرا اوربيتال نيرف وبعدين اداني البالبيبرال واداني النيزل يدخل النوز ويسبلاي النوز من جوه، ماشي الكلام؟ حلو قوي. خلي بالك بقى، انا عايزاك وانت دكتور هتشتغل دكتور وناوي تطلع دكتور هتخطر النوز بتاعت العيان عشان تعملوا فيها اي حاجه، اي حاجه من اي نوع، ماشي؟ هتشيل له نزل بوليب، هتصلح له ساينس، هتشيل له تيومر، هتعمل له اي حاجه، ماشي؟ عشان تعمل انيسيزيا للنوز قال لك بتجيب كوتون بليدجز كده، حاجات عامله زي الكوتون الطويل، وتغطسها في الانيسيزيا ليدوكين او زيلوكين او واتيفر، وتدخل الايه، تفتح له طبعا النوز بتاعته دي وتدخل الكوتون بليدجز دي. قال لك خد بالك، ده انت محتاج تدخل اتنين، واحد هتدخله upward كده and anteriorly يعني تيجي من قدام وتدخله قدام لفوق، وتدخله واحد تاني تحت inferiorly و posteriorly. ممكن حد يفسر لي ليه ادخله واحد upward and anterior عشان اخدر انه نيرف؟ حد يرد عليا يا ولاد من منطلق الرسمة دي، من منطلق الرسمة دي، ليه بدخل للعيان كوتون بليدج كده anterior and superior عشان اخضر؟ ممتازة، الانتيريور اثمويدل. طب ليه بدخل للعيان كوتون بليدج تاني posterior and inferior عشان اوصل للبرانشز بتاعت انهي جانجليون؟ السفينوبالاتاين جانجليون. يبقى انا لما باجي بخدر العيان بخدره بناء على فكره، انت عشان تعرف النايب ليه نايب الانف والاذن بيجي يمتحن عندنا اناتومي، وليه نايب الرمد بيجي يمتحن عندنا اناتومي، وليه نايب الجراحه بيجي يمتحن عندنا اناتومي، وليه نايب المسالك بيجي يمتحن عندنا اناتومي، وليه نايب الاطفال بيجي يمتحن عندنا اناتومي، وليه نايب التشست، وليه نايب النساء؟ لان هو ممكن يكون بيعمل الحاجات دي وهو مش عارف هو بيعمل كده ليه. هو شاف الاستاذ بيجيب قطنتين يغطسهم في الليدوكين ويحط واحده فوق واحده ورا بقى يعمل كده، وهو مش عارف البيسس بتاعه، عشان كده ده كده يبقى واحد كبير كده داخل يمتحن دكتوراه ويجي يمتحن الاناتومي، ده ما فيهوش تهريج، ماشي؟ البيز اللي انت بتعالج بيها العيان ما فيهاش تهريج، ماشي؟ كل يوم والتاني بروسيجر مختلف للعمليه وابروتش مختلف للعمليه ومسامير مختلفه للتثبيت، لكن عمر ما بيتغير العظمه اللي انت داخل تشتغل عليها، ولا عمر ما بيتغير الاستراكشرز اللي انت هتعملها بيرسينج، فده العلم الثابت، ماشي؟ طيب تعالى بقى كده، لو انت شاطر زمان كان يجمعها لك ايه، يقول لك خلي بالك اللاترال وول اوف ذا نوز ليه اربع اماكن نيرف سبلاي، والميديال وول ليه مكانين. الاربع اماكن بتوع النوز ايه؟ انترو سوبيريور، انترو انفيريور، بوسترو سوبيريور، بوسترو انفيريور. انترو سوبيريور هسال وانت تقول لي، انترو سوبيريور مين يديها نيرف سبلاي؟ انتيريور ثمويدل. طب انترو انفيريور مين اللي يديها نيرف سبلاي؟ انفرا اوربيتال، ممتازه. طب بوسترو سوبيريور مين اللي يديها نيرف سبلاي؟ بتكلم على لاترال وول، عايزه اجابه جامده.
شورت سفينو شورت سفينو بالاتاين. انا ممكن اقول نيزل برانشز بتاعت سفينو بالاتاين جانجلي، بس انا بقى خلاص كبرت عارف ان ده اللاترال وول، يعني الاقرب من الرسمه الثانيه اللي انا وريتها لك بالعرض، فدول شورت سفينو بالاتاين. والبوسترو ده اسمه ايه؟ بوسترو انفيريور مين؟ الجريتر بالاتاين. طب الميديال وول، لا الميديال وول بتقسمه قسمتين بس، من قدام ده مين؟ حد يرد علي؟ ده مين يا ولاد؟ ده هو ده انتيريور اسمويد البلد؟ انتيريور اسمويد الحلو. ووره لو قلت لك الميديا الول بقسمها جزئين، جزء فوق وجزء تحت، الجزء اللي تحت ده مين؟ حد يرد عليك؟ لونج سفينو بالاتاين، او لونج سفينو بالاتاين اللي هو اسمه التاني ايه؟ نيزو بالاتاين. هي ميديال نيزل، ماشي الكلام؟ ممتاز. ميديال نيزل اللي هو اللونج سفينو بالاتاين، ماشي الكلام كده. بص دول متجمعين، خلي بالك بقى في الكتاب مش مقسمها لك كوادرانتس كده، امال مقسمها لك ايه؟ مقسمها لك بالنرفات. يعني ايه لك الانتيرور اسمويد ده بيدي الانترو سوبيريور اللي انا قلت لك عليه ده من اللاترال وول ومن الميديال وول، ماشي الكلام؟ يقول لك النيزل برانشز بتاعت السفينو بالاتاين دول نوعين، يا اما شورت سفينو بالاتاين اللي بتدي اللاترال وول بوسترو سوبيريور، يا اما النيزو بالاتاين اللي بيدي الميديال وول، ماشي الكلام؟ يقول لك الانفرا اوربيتال ده اللي بيدي اللاترال وول وبيدي الميديال وول من تحت، والجريتر بالاتاين ده اللي بيدي البوسترو انفيرور، ماشي؟ عايز تقسمها لاربع تربع دول زي الفل، عايز تمشي بتقسيمه الكتاب نيرفات مفيش مشاكل، كده شغال وكده شغال. المهم ان انت ما تجيليش مثلا على الميديال وول وتجيب لي سيره شورت سفينو بالاتاين، ولا تجيلي مثلا على سيره بوسترو سوبيرور بارت وتقول لي جريتر بالاتاين، لا، ماشي؟ انت كده خلاص فاهم الليله. والله ترتبها اربع، ترتبها نيرفات مفيش مشاكل، خلاص. طيب انا كده برضو مقسمها لك اللاترال وول قدام وورا او بالاربع تربع، انا شخصيا بصراحه بحب قصه الاربع تربع دي. ارتيريال سبلاي شبه قوي 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 النيرف سبلاي، برضو انا عيني على ايه؟ على الفتحات اللي ممكن الحاجات تدخل منها. طب هتطلع مين؟ هتطلع شبه قوي الحاجات اللي داخل منها النيرفات. ركز معايا، فاكر انتيريور اسمويدال نيرف؟ ايوه، اللي كان جاي من مين؟ نفسي حد يبلي ريقي. انتيرو اسمويدال نيرف كان جاي من مين؟ نيزو سيليا. من نيزو سيليا دي. بص كان ماشي نفس السكه دي على فكره. هنا بقى اللي ماشي السكه دي الايه؟ الاوفسالميك ارتري. الاوفسالميك ارتري بيدي برضو انتيرو اسمويدال، بس بيدي المره دي كمان بوستيرور اسمويدال. يبقى سينكرونس للانتيرور اسمويدال، ربط بقى انت كبرت خلاص. سينكرونس الانتيرور اسمويدال انتيرور وبوستيريور اسمويدال ارتريس. في النيرفات كانوا طالعين من النيزوسيلياري، هنا طالعين من الاوفسالميك ارتري زي الفل. طيب سينكرونس للسفينو بالاتاين جانجليون عندي مين؟ عندي الماكسيلاري ارتري. يعني الماكسيلاري ارتري ده هو اللي هيطلع لي البرانشات اللي هي شبه البرانشات بتاعه السفينو بالاتاين جانجليون. هنا بقى اسمهم سفينو بالاتاين ارتريس، ماشي الكلام؟ يبقى انا عندي سفينو بالاتاين ارتري بيطلع من الماكسيلاري ارتري. طبعا انه بارت من الماكسيلاري، سيرت بارت اوف ماكسيلاري، ماشي الكلام؟ اتفقنا. الماكسيلاري ده كان متقسم ثلاث اقسام كده لو تفتكروا، باللاترال تريكويد وحاجات زي كده زمان قوي يعني، ماشي؟ طيب يبقى ده سينكرونس السفينو بالاتاين جانجليون سفينو بالاتاين ارتري، ماشي الكلام؟ طيب انا فاكره بقى ان من بتوع السفينو بالاتاين دول كان في واحد اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه جريتر بالاتاين، صح؟ فاكره اللي هو كان هنا ده. هنا في واحد اسمه جريتر بالاتاين ارتري، بس بص بقى جريتر بالاتاين ارتري ده بيعمل ايه؟ فاكر لما قلت لك ايه الفتحات اللي فاتحه للنوز، وقلت لك ده في فتحه هنا كان تحت كده كان اسمها الانسايسيف. الجريتر بالاتاين ارتري ده بقى هيعمل ايه؟ هيمشي جوه الانسايسيف فصه دي اهو، الحمد لله. الجريتر بالاتاين ارتري ده هيمشي جوه الانسايسيف الفصه دي، يعني بينزل من ورا، ماشي الكلام؟ الجريتر بالاتاين ارتري ده بيطلع من الثيرد بارت اوف ماكسيلاري ارتري وبيمشي من ورا النوز، ماشي؟ وبعدين يمشي تحت ويطلع من الانسايسيف فصه، اولها اسمه انسايسيف فصه بقيتها اسمه انسايسيف كانال، ويطلع من الانسايسيف كانال ده ويروح لحد النيزل سيبت. وبصراحه لو جيت للحق هو شبه قوي قوي السفينو بالاتاين نيرف اللي هو النيزو بالاتاين نيرف ده. النيزو بالاتاين نيرف بيعمل العمله دي، بس هي مش مكتوبه في الكتاب للاسف.
الزبالطاي الكلام وبينزل انساس الفصه ويدخل البلت بس مش مكتوب الديتيلز دي في الكتاب. هقول لك على حاجه حلوه، عارف العيل الصغير اللي بيرضع وبعدين مامته ما بتهتمش بالجين والبريل الام، على فكره انت مش معنى ان البيبي لازم يغسل سنانه ومش يغسل سنانه دي ان لما يطلع له سنان، لا دكاتره السنان بيقول لك تجيب للبيبي كده قطمه تنضف له السنان وتنضف له كده بعد كل رضعه ينام لابس وهكذا، تمام. الواد ده او الواد اللي بيقعد متشرد كده في الارض يجيب حاجات ويحطها في بقه، يجيله كانديدا في بقه، ماشي، يجيله كانديدا في بقه يعني يجيله فانجل انفكشن في الـ في الـ في البالت بتاعه، صح. تلاقيه عيني عشان هو صغير لسه بيرضع يعمل ايه؟ يمسك مناخيره، حاجه مشهوره قوي في الاطفال، لما يجيله كانديدا في بقه يمسك مناخيره. حد يقول لي عشان انه نيرفي يا دكاتره؟ حد يرد عليا؟ نيزوبلاتاين. برافو عليك، عشان نيزوبلاتاين نيرف ده حاجه مشهوره قوي في الاطفال، تمام. العيل اللي يجيله كانديدا في بقه الواد صغير ما بيرضع مش اورينتد، تمام، البين بتاعه يمشي عن طريق النيزوبلاتاين نيرف ده اللي بيعمل العمله دي، بس النيزوبلاتاين بينزل، ماشي الكلام. اللي بيعمل العمله دي الجريتر بلاتاين ارتري، الجريتر بلاتاين ارتري بس بصراحه ما بيمشيش من جوه لبره كده، لا هو بيمشي ورا، بيطلع من السيرت بارت اوف ماكسيلاري ارتري ويمشي ورا تحت في البلت ويدخل جوه، ماشي الكلام. ده كده الجريتر بلاتاين ارتري، ماشي. طيب بيقابل طبعا الجريتر بلاتاين ده لما بيطلع بيقابل السفينو بلاتاين ارتري، ماشي الكلام. يبقى دول كده الارتريز بتوع ايه؟ بتوع الارتيريا سبلاي بتاع النوز. بدل الانتيريور اسمه ايه ده اللي كان طالع من نيزوسيلياري في النيرف سبلاي، انتيريور وبوستيريور اسمويدال طالعين من الاوفسالميك، ماشي. بدل البرانشات بتاعه السفينوبالاتاين جانجليون في واحد اسمه سفينوبالاتاين ارتري، ده شبه السفينوبالاتاين نيرف بس ما بيعملش العمله بتاعه الانسايسيف فوسه، امال ايه؟ بيجي واحد تاني اسمه جريتر بالاتاين هو اللي بيعمل العمله بتاعه السفينوبالاتاين بس من ورا، يمشي ورا ويمشي في البلت ويطلع جوه ويقابل اللي اسمه سفينو بالاتاين ده، ماشي الكلام. طيب تعالى بقى ايه، انا طبعا حاطه لك السفينو بالاتاين نيرف وارتري قدام بعض، ماشي الكلام. ده النيرف طبعا وده الارتري. طيب زي ما كان عندنا انفرا اوربيتال نيرف اللي كان كونتينيويشن بتاع مين؟ يرد على النيرف كان كونتينيويشن بتاع مين يا اولاد؟ مانديبولر الشرير. بص كده انفرا اوربيتال ماكسيلاري، برافو عليك. ادي الماكسيلاري هو، مش انا قلت لك ده اوفسالميك وده ماكسيلاري وده مانديبولر؟ ده الماكسيلاري، قلت لك الحرامي اللي بيمشي في الشقوق وبيمشي في الانفرا اوربيتال كانال وبيطلع من الانفرا اوربيتال فورامين وبيدخل جوه النوز يدي نيرف سبلاي. نفس الحركه دي بالظبط بيعملها ارتري برضو، بس المره دي بقى ما اسموش ايه؟ ما اسموش انفرا اوربيتال، ده اسمه سوبيريور ليبيال برانش بتاع الفيشيال. الفيشيال برضو زمان كان بيدي نفس القصه، كان بيدي ايه؟ بالبيبرال ونيزل وليبيال. النيزل يدخل جوه النوز يعمل نفس الحركه، ماشي الكلام. طيب انا عايز اقول لك الارتيريال سبلاي بتاع النوز، المين ارتري بتاع النوز كارتيريال سبلاي هو السفينو بالاتاين ارتري ده، ماشي. المين ارتري هو السفينو بالاتاين ارتري اللي بيجيله الجريتر بالاتاين ده، ماشي الكلام. فلو سالت السفينو بالاتاين المين ارتيريال سبلاي بتاع النوز هو السفينو بالاتاين ارتري. طب تعالى نراجعهم بقى، ماشي. قول لي كده، بس دول مش حلوين، دول احلى. قول لي كده ده ارتري وده ارتري جاي النوز، ممكن حد يقول لي ده اسمه ايه واللي وراه ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه ده كده؟ anterior smoidal artery. جدع. وده posterior. طالعين من انه artery ophthalmic. جدع، حلو قوي. تاني حاجه، ده مين artery ده؟ ماشي ورا، خلي بالك جاي من سيرت بارت اوف ماكسيلاري artery، ماشي ورا وماشي على البالت وطالع فوق وقابل وهو طالع artery ده اللي هو المين artery. مين اللي تحت يا ترى؟ greater palatine. greater palatine. جدع،
عشان كده دايما يقول لك ايه اللي بيسبلاي النوز التيرمينال بارت بتاع الجريتر بالاتاين. ليه؟ اصل الجريتر بالاتاين اصلا كله سكته بره خالص، فهماني؟ ده الجريتر بالاتاين، ده الارتري الكبير بتاع البالت، اخره بس كده هو اللي بيطلع هنا ويقابل الارتري الاساسي المين بلاد سبلاي في الام سي كيو بتاع النوز سفينو بالاتاين. ماشي الكلام؟ طيب ده مين يطلع مين ده بقى؟ حد يقول لي اللي انا مشاور عليه ده. واحد جاي من بره كده وداخل السوبيريور ليبيال. برافو عليك. ده برانش ايه؟ او ممكن نقول عليه نيزل، يعني ممكن سوبيريور ليبيال شغال وممكن نقول عليه ايه سيبتال برانش اوف سوبيريور ليبيال او نيزل برانش بتاع سوبيريور ليبيال. ده جاي منين؟ من الفيشيال اللي انا شفته بره كده، فيشيال ارتري تورشوس كورسو انترو انفيرور انجل اوف ذا ماسيتر زمان قوي، صح؟ وبعدين يتقسم بالبيبرال ونيزل، ماشي، وليبيال. الليبيال السوبيريور ليبيال وانفيرور ليبيال. السوبيريور ليبيال يبعد برانش يدخل جوه النص. اخطر حاجه في الارتيريال سبلاي هي اللي انا هقوله لك دلوقتي. زي ما بقول لك حط ايدك على الخطر، قلت لك دكتور زمان كان يقول لنا واحنا في سنه 6 ايه، انا بذاكر بطريقه اكلك منين يا بطه. يعني ايه اكلك منين يا بطه دي؟ يعني انا بركز على في حد ما يجي ياكل بطه يقول اصل انا احب امشي بالترتيب، اكل عرف البطه وبعدين راس البطه وبعدين رقبه البطه، مش هنخلص. فين ورك البطه؟ فين ستر البطه؟ خلصتني. ده كده برضو اهم حته في الارتيريال سبلاي هي اللي انا هقولها دي. اهم حته في النوز هي اللاترال وول، اهم وهكذا، ماشي. اهم حاجه في البارانيزال ساينسس هي الماكسيلري ساينس وهكذا. طيب قال لك اهم حته في الارتيريال سبلاي هي اللي انا هقولها دي اللي هي العيان. العيان يعني ايه؟ يعني بليدنج برنوز، عيان جاي لي بينزف من مناخيره، ده اللي يهمني. انما مين اللي خارج خارم من مين ومين اللي خارم من مين ده بيزك نوليدج، هيوصلني في الاخر لعيان، صح؟ مكان ما النوز يعني في الحته اللي الدكتوره قالت لنا عليها من شويه اللي كانت واسعه اللي كنت سميتها ايه دي؟ حد يقول يا اولاد؟ حد يرد عليا؟ فيستيبيول جدع. المكان ده اسمه ليتلز اريا. اسمه ايه يا اولاد؟ ليتلز اريا. ليتل ده على اسم الراجل اللي سماها على اسمه دي، او ناس بيقول عليها كيس البخس اريا. فمكان ده مكان خطر خطر خطر. ليه خطر؟ على فكره خطر في البروبلم سولفنج جدا ليك في الورقه، ماشي. ده مكانه فين؟ في الفيستيبيول. انهي حته في الفيستيبيول؟ انترو انفيريور بارت بتاع الايه النيزل سيبتم. قال لك ده ايه المكان ده يا ترى؟ ده المكان اللي بيحصل فيه انستوموزس في الكتاب بين 3 ارتريز، بس هم في الحقيقه 4 ارتريز. مين هم يا ترى؟ قال لك بص معايا كده، ارتري نازل من فوق. ممكن حد يقول لي اسمه ايه الارتري ده؟ يلا يا ولاد حد يرد عليا. مين ده يا ولاد؟ اسمويدال. انتيرور اسمويدال، برافو عليك. وارتري تاني داخل لي كده من جوه، من بره قصدي، وداخل لي ده مين؟ نيزل اوفيشال. اه برافو، اللي هو السوبيريور ليبيا، النيزل بتاع السوبيريور ليبيا بتاع الفيشيال، ماشي. او عايز تقول سوبيريور ليبيا على طول مفيش مشاكل، عايز تقول نيزل اوف سوبيريور ليبيا اوفيشال مفيش مشاكل، هنشوف الكتاب كاتب ايه، ماشي. يبقى السوبيريور ليبيا اللي بعت لي برانش كده هيدخل، يبقى ده من الفيشيال، حلو قوي. وبعدين الارتري المين ارتري، بس هو بصراحه مش باين هنا، لو كنا على اللاترال وول كانت تبقى احلى. كنا على مين كده اللي اسمه سفينو بالاتاين ارتري، يبقى السفينو بالاتاين بس من على اللاترال وول يقابل الانتيريور اسمويدال ويقابل الارتري اللي اسمه سوبيريور ليبيال ويقابل كمان الجريتر بالاتاين اللي جاي من تحت ده، ماشي. المفروض هيوصل هنا برضه. الارتريز دي كلها يا ولاد، او بصوا الرسمه دي احلى، ده كده جريتر بالاتاين اهو، وادي الانتيريور اسمويدال وده السفينو بالاتاين، وبس هو مش راسم بس الليبيال، معلش. خلاص بيتقابلوا الاربعه ارتريز دول في المكان ده اللي اسمه ليتلز اريا. دي اسمها اريا اوف ابيستاكسيس. يعني ايه كلمه ابيستاكسيس؟ بليدنج بير نوز. العيان لما يجي لي عمال كل شويه يجي له ريبيتيتيف بليدنج للنوز. بساله طبعا انت كدكتور سؤال بقى، ايه في عندكم يا اولاد محاضره بعد دي ولا خلاص؟ حد يرد عليا؟ لا دي اخر محاضره يا دكتور. حلاوتكم، ده انا قاعده لكم للفجر. بص يا دكتور احنا بنموت. انا عارفه يروح قلبي والله، الفجر بس معلش معلش كتير. هو ناقص كتير؟ لا فات كتير ما بقلل قلبي، ماشي. يبقى دي اسمها ليتلز
لا الباقي قليل لا تقلق وعند كلام كلمة الحر دي معني دي اسمها ليتلز اريا. ركزي بس عشان ليتلز اريا دي مهمة قوي ماشي. قال لك 90% يا دكتورة طبعا يلي هتروحي تشتغل انف واذن. على فكرة انف واذن ما بيشتغلش فيه بنات عشان تبقي عارفة كده من اولها كده تخلعي نفسك من القسم ده ماشي. ليتلز اريا دي بيحصل فيها بليدنج برنوس ماشي طبعا ايه بس ان شاء الله باذن الله كده لما ربنا يرزقك ذريه صالحه العيال الصغيره بيحصل لهم كتير قوي ماشي. انا بنتي بيحصل لها كتير قوي بليدنج برنوس. ليه؟ المكان ده بيتقابل فيه 4 ارتريز وسنسيتيف للتمبريتشر. الدنيا حر شويه تلاقي العيل بليدنج برنوس ماشي. طبعا بنرجع راس الواد لورا ولا بنجيبها لقدام؟ حد يقول لي. اي اخر سؤال اخر كلام دكتور اصل ورا بيخش على يعني. بيخش على ممكن يسد مش ورا قوي قوي بس ورا شويه ماشي الكلام. طيب بصوا بقى طبعا بصوا يا ولاد لو حد سنه كبير وبيبليد من ريبيتيتيفلي تمام وكده بنشك طبعا في هايبرتنشن حاجه كده. انما الاطفال الصغيرين زي ما قلت لك حاجه فيري كومن ليهم البليدنج اللي هو الابستاكسس من ليتلز اريا ده خلاص. طيب كلام بقى عبيط بقى ملوش اي 30 لازمه. ايه هم البارانيزال ساينسز؟ دي عباره عن سبيسز مليانه هواء اللي اتفقنا عليها. طبعا ركز معايا العظم بتاع السكال اصلا عباره عن ايه؟ قال لك ده عباره عن كومباكت بون صح. الاقي التو لايرز بتوع الكومباكت بون دول انفصلوا عن بعض بعدوا عن بعض كده وكونوا ما بينهم ساينس اسمها اير ساينس بارانيزال ساينس ماشي الكلام. طيب عددهم كام زي ما قلت لك 4 دي اسمها ايه؟ معايا بقى بسرعه كده دي اسمها ايه؟ الفرونتال ساينس. برافو. ودي ماكسيلري. ماكسيلري ودي دول سفينويدال. برافو. واللي ورا سفينويدال. سفينويدال اسمويدال 3 انتيرور وميدل وبوستيرور. حلو قوي. يهمني ايه؟ يهمني كل واحده بتفتح فين كلام فيتال. هنا بقى في الفرونتال هتلاقيه كاتب لك في الكتاب كلمه فرونتو نيزل داكت دي ماشي الكلام اللي هي اسمويدال انفانديبولم اللي انا قلت لك عليها. فرونتال تفتح في الاسمويدال انفانديبولم. السفينويدال كانت بتفتح في حته اسمها ايه؟ سفينو اسمويدال ريسس. الاثمويدال حسب مكانها لو انتيرور اسمويدال يبقى هنا لو ميدل اسمويدال في البول اسمويدالس لو بوستيرور اسمويدال تحت السوبيريور كونكا صح؟ حلو قوي. وبعدين عندك مين تاني؟ عندك احنا كده قلنا الفرونتال خلاص وقلنا الاثمويدال وقلنا السفينويدال. الباقي بقيه الكلام بتاع البارانيزال ساينسز ده اشطب عليه خلاص كده. ايه رايكم؟ خلاص يبقى انا مش عايزه منك كل الديتيلز بتاعه الفرونتال ساينس والاسمويدال ساينس والكلام ده. ليه ربنا خلق لنا بارانيزال ساينسز يا ولاد؟ حد يقول لي ليه ربنا عمل كده؟ ليه ربنا وسع كده التو لايرز بتوع السكال دول الكومباكت بون دول وخلى بينهم اير فيلد سبيس كده ليه؟ ايه الحكمه؟ قال لك بتقلل الويت اوف ذا سكال. لو السكال دي كلها بون مصمت كان بقى وزنها تقيل جدا. انما ربنا سبحان الله وسع المكان ده عشان يتملي بالايه؟ بالهواء يقلل وزن السكال. تاني حاجه ريزونانس اوف فويس. بتكلم صاحبك في التليفون الو ازيك عامل ايه؟ ايه الصوت ده يا ابني؟ انت عندك برد ولا ايه؟ انت عرفت ان عنده برد ازاي؟ صوته اتغير. لو جبت طبله طبلت عليها ليه الطبله صوتها ريزونانت؟ عشان من جوه فاضيه. انما لما حاجه تبقى مكتومه الصوت ما يرنش فيها. فربنا سبحان الله صوتنا بيتغير لما بيجي لنا برد عشان البارانيزال ساينسز بتتملي سكريشنز ماشي تمام. طبعا نزود السيرفيس اريا بتاع الميوكوزا ونعمل وورمنج الانسبايرد اير والحاجات اللي شفناها دي كلها قبل كده مفيش مشاكل تمام. المهمه قوي وخطر خطر خطر الماكسيلاري ساينس. يبقى انا فرونتال عايزه اسمها بس وبتفتح فين؟ اسمويدال عايزه اسمها بس وبتفتح فين؟ اسفينويدال عايزه اسمها بس وبتفتح فين؟ الخطر ماكسيلاري ساينس ماشي. الخطر بقول لك عليه خطر. طيب بص بقى دي اكبر ماكسيلاري ساينس ركز معايا والساينس الوحيده يا ولاد اللي بريزنت سينس بيرث. يعني اول ما البيبي يتولد كل ده متقفل ماشي. ما عندوش فرونتال ساينس ما عندوش اثمويدال ما عندوش سفينويدال عنده ماكسيلاري فقط ماشي. شكلها ايه؟ شكلها بيراميدال ماشي الكلام. ليها ايبكس اللي انتم شايفينها دي سوري ليها ايبكس اللي انتم شايفينها دي وليها بيز الناحيه دي. الايبكس بتاعتها موجوده عند الزيجوماتيك بون والبيز بتاعتها عند النيزل
النيزل كافيتي، بصة كده ناحية النيزل كافيتي. يعني لو بصيت على دي كده، الجزء اللي أنا بشاور عليه ده إيبكس ولا بيز يا ترى؟ حد يرد عليا؟ إيبكس. حلو قوي. ناحية العظمة دي اللي البنات عارفينها بيحطوا عليها الرجاجوجي، اسمها إيه؟ زيجوماتيك بون، ماشي الكلام؟ إنما العظمة اللي كارينج التيث دي اللي اسمها المجزلة، يبقى دي اسمها زيجوماتيك بون عندها الإيبكس. ده كده البيز. طيب يبقى الفلور بتاعها الالفيولار بروسيس اوف ذا ماكسيلا. ركز معايا، الخطوره رهيبه، خطوره رهيبه رهيبه رهيبه. قال لك الموست ديبندنت بارت بتاع الماكسيلا دي، يعني ايه موست ديبندنت؟ يعني من الاخر كده مكان ما السكريشن هيتكون، كما السكريشن بتاع الماكسيلا قلت لك نص البلد عندها ساينوسايتس، تمام؟ بيبقى فوق السكند بري مولر او الفيرست مولر توث. طبعا عارفين الاسنان مش كده ولا اقولهم؟ عارفينهم صح؟ الاثنين انسايسورز، بعدهم ايه؟ كاناين، بعدهم اثنين بري مولر، بعدهم ثلاثه مولر، صح؟ قدام السكند بري مولر او قدام الفيرست مولر ده مكان الفلور اوف ذا اكزيلا، ماشي الكلام؟ طب ايه المشكله؟ المشكله زي ما قلت لك كده، لو دكتور غشيم، طبعا انتوا عارفين دكاتره الاسنان يا ولاد، لما يجي يشيل السنه بيعمل ايه الاول في السنه؟ يحركها، مش قصدي السنه يعني السنه، الدرس، لما يجي يشيل الدرس يحركه كده من مكانه كتير كتير لحد ما الروت ده يتحرك من مكانه وبعدين يشده. طب افرض بقى حركه جامد قوي زياده عن اللزوم، او ما عرفش يجيب الروت، دخل الاله قعد يحفر كده في المجزيلاري ساينس، يفتح فيستولا، تخيل يفتح فيستولا، يعني فتحة ما بين التيث وما بين المجزيلاري ساينس، ماشي يا دكاترة؟ يبقى اسمها ايه؟ معلش ثانية واحدة. يبقى اسمها ايه يا دكاترة الفيستولا دي، الفتحة اللي تتفتح دي زي اللي انا وريتها لك؟ اورو يعني اورال كافيتي، انترال يعني جوه المجزيلاري انترال، ماشي الكلام؟ حلو قوي. طب تعالى قول لي انتيريور وول بتاع المجزيلا وبوستيريور وول. قال لك الانتيريور وول ده في قدامي صح، في سكين، في سب كيوتينيوس تيشو، في ايه تاني معدي فيه يا ترى؟ قال لك معدي الانتيريور سوبيريور الفيولار نيرفو فيسلز، تمام؟ ده كده الانفرا اوربيتال ارتري، تمام، اللي هو زي ما قلت لك كونتينيويشن بتاع ماكسيلاري ارتري، كان بينزل كده انتيريور سوبيريور الفيولار زمان قوي، وميدل سوبيريور الفيولار، بوستيريور سوبيريور الفيولار زمان قوي. الانتيريور سوبيريور الفيولار ده ماشي في الانتيريور وول بتاع المجزل، ماشي الكلام؟ طيب تعالى لي للبوستيريور وول، يبقى ده كده الانتيريور وول سكين و... ومفيش مشكله خالص، وسب كيوتينيوس تيشو وانتيريور سوبيريور ايه الفيولار نيرفو فيسلز. البوستيريور وول ده عباره عن ايه يا ترى؟ قال لك ده فاصل المجزلري ساينس دي عن الفصه اللي وراها اللي انا قلت لك عليها اللي كان اسمها تيريجو بالاتاين فصة، وعن الفصة اللي كانت تحت التمبورال بون اللي اسمها انفرا تمبورال فصة. طب لو انا قلت لك ان الانتيريور وول بتاع الماكسيلاري ساينس ده في الانتيريور سوبيريور الفيولار نيرف، يبقى البوستيريور وول ده في مين يا ترى؟ البوستيريور سوبيريور الفيولار نيرف ارتري. تحبوا اجل لكم الاوبننج والفيسلز والنيرفز اللي حوالينا المره الجايه؟ هي حته صغيره، اجلها لكم يا اولاد المره الجايه ولا نكمل وخلاص نبقى خلصنا؟ حد يرد عليا يا حبايبي؟ المره الجايه يا دكتور. تعبتوا قوي، احنا فاضلنا بس الاوبننج والفيسز والنيرفس اللي حوالينا. يلا اجلها يا دكتور. خلاص ماشي، بس عشان خاطري تيجوا المره الجايه مذاكرين وهسالكم، ماشي؟ تحبوا نفتح الكتاب ولا خلاص استويتوا قوي؟ نفتح الكتاب ونبص مع بعض في رسومات الكتاب. ها تحبوا يا ولاد ولا ايه؟ المره الجايه بعد الحته، بعد ما تذاكروا ولا ايه؟ معلش انا ما سمعتش، بس الدكتور اللي قال الاخير ده ينفع المره الجايه ايه؟ بعد ما نكمل الحته اللي ناقصه. بعد ما نكمل الحته اللي ناقصه نفتح رسومات الكتاب ونبص فيها. بس انت هتذاكر، انت هتذاكر من رسومات الكتاب، هتلاقيها شبه اللي انا عاملاها لك قوي. خلاص ماشي الكلام؟ تمام، شكرا يا دكتور.
الشكر لله. بص يا ولاد انا عايزه رقم حد فيكم او حاجه ابعت له البرزنتيشن، حد بس كده يكتب رقمي 010 877 5315. 010 877 5315. حد بس كده يبعت لي على الواتساب يقول لي بس ان هو القصر العيني وابكى عشان اشوف انتوا فين وبعدين ايه.